مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. خلونا نبدأ بواقعة مريم اللي بالتأكيد أي مواطن مش مصري بس أو معني بالإنسانية كلها، وزي ما كل دول العالم بتهتم بأبنائها وتقيم الدنيا ولا تقاعدها. واقعة مريم أعتقد كان أول يعني برنامج يسلط الضوء على هذه الواقعة، وأذاعنا الفيديو والصور المتعلقة بالاعتداء عليها، وأوضحنا الجوانب العنصرية في عملية الاعتداء. اعتداء من 10 بنات، والمحامي كان معانا وقال إن الأسباب عنصرية واضحة يعني. ومع ذلك قلنا إن السلطات البريطانية هتهتم وهتحقق في جوانب القضية، وكمان هتهتم بالحالة الصحية لمريم، لأن اعتداءات من هذا النوع اعتداءات يجب أن تهتم بها أي سلطات دولة يعني، إنها مش واقعة عادية، مش خناقة عادية يعني، لا، خناقة فيها جوانب عنصرية وما فيش فيها جوانب الخناقة، لأن فيها اعتداء على فتاة مصرية. وقلنا كمان لازم نعمل ضجة واحنا كمان نقيم الدنيا ولا نقعدها على مريم، زي ما بيعملوا في كل الحوادث المتعلقة بالمواطنين الأجانب يعني. مريم بالتأكيد كمان كان في جانب متعلق بالتحقيقات في القضية، وفي جانب متعلق بكيفية إنقاذها من الحالة المتدهورة اللي بسبب الاعتداء عليها يعني. فكان هنا في جانب يكون فيه اهتمام بالحالة الصحية، وفيه اهتمام أيضا بالحالة الجنائية. من الواضح أنه ما كانش في أي اهتمام، ومن الواضح كمان أنه ده يعني انعكس على الحالة النفسية للعائلة وكمان الحالة الصحية لمريم، ما حدش اهتم بيها بشكل كبير. ماتت مريم، لكن هل احنا هنصمت؟ هل هنتعامل معاها بصمت؟ او هنتعامل معاها يعني بان لا نحمل السلطات البريطانية المسؤولية، وكمان ما نستخدمش الوسائل الدبلوماسية والوسائل السياسية ونعمل ضجة علشان نحافظ على حياة مواطنينا في الخارج؟ خلاص مريم ضحية وماتت، الله يرحمها يعني، وما فيش حاجة تعوض نقطة دم واحدة، لكن يعني ربما اللي يعوض جزءا مما حدث هو ان تكون واقعة مريم مقدمة لعدم التهاون في اي واقعة تتعلق بالاعتداء على مصري. نشوفنا هو الفيديو، لو نشوفه كده بالصوت والصورة نسمعه اللي كنا اذعناه في بداية الازمة. Sorry, fucked up, you know. I don't know. You gang shit! Nah, she used to get beat up still. She used to get beat up, but I don't care. Miss me off. You move out my way. Sit down on the sun. يعني خلونا بانفعال وبحماس وباستخدام كل الوسائل الدبلوماسية والشعبية وتوجيه الرأي العام، ان احنا كمان نقول لهم ان انتوا بتتهاونوا في دماء ابنائنا، زي ما بيتهمونا ويضغطوا على مصر ويحصروا مصر بسبب بعض الحوادث الفردية، احنا تعالوا نتعامل مع هذه الواقعة على انها لا، هي قضية متعلقة بكرامة وحقوق المصريين في إيذاء بدني تعرضت له مريم بسبب العنصرية الواضحة المعالم يعني. تحقيقات لم تتم بجدية، اهتمام بالحالة الصحية لم يتم أيضا بجدية. أستاذ حاتم عبد السلام، مهندس حاتم عبد السلام والد مريم، مهندس حاتم ربنا يصبركم والباقية في حياتك. حياتك الباقية يا أستاذ وائل. إن شاء الله تكون يعني أهم ما تهتموا بيه دلوقتي أكيد القصاص العادل، وعايز حضرتك توضح لنا اللي حصل، في هل في كان في أنا بقول هل كان في تحقيقات جادة
من السلطات البريطانية في الاعتداء على مريم؟ زوال، ما فيش حياة جادة للأسف، في إهمال طبي جسيم، في استهتار بأرواح البني آدمين للأسف، في إن إحنا عزم ناشد من أول يوم يا جماعة الحقوا بنتنا، كلمنا المستشفى والمختصين، لكن للأسف الشديد إن الإهمال فضل مستمر. لكن ما عنديش غير إن أقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. أنا يعني أنا بنتي أكبر ماتت شهيدة، أنا بنتي شهيدة الحمد لله. طبعاً طبعاً. جنة. وربنا المنتقم الجبار قادر ياخد حق يا بنتي إن شاء الله. إن شاء الله، ودم الشهيدة مريم لن يضيع يعني. طب قول لحضرتك، كان في اعتداء يعني زي ما يعني في البداية المحامي كان أوضح لنا إن الاعتداء والدوافع عنصرية واضحة المعالم يعني. إزاي لا تتم تحيات جادة في ده؟ التحيات البوليس هو بيقوم بالتحيات يا زوائر، وبيقول لك ان للاسف المستشفى ما ابلغتش البوليس ان كان في حادث اعتداء اصلا. يعني في 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 تقصير غير معلوم وغير مفهوم علشان الاتحاد ما تاخدش المجرى الطبيعي بتاعها. ده اللي وصل لنا، وسياده المستشار عماد ابو حسين المستشار القنصليه المصريه مشكورا، هو بيجري في الاجراءات ديت، وان شاء الله الحقيقه تبان، ان شاء الله حق بنتي مش هيضيع، وان شاء الله اقدر اخد حقها باذن الله. ما اقدرش اقول اكتر من كده. ان شاء الله الحق مش هيضيع يعني. طب انتوا تاكدتوا ليه اعتدت البنات والسيدات العشره على مريم بهذه الوحشيه؟ التحقيقات البنات الفضل متصرف التام بعدم ادلاء باي تصريح او اي سؤال يجاوب عليه، كل الاسئله الجاوب عليها بنو كومنت يعني لا تعليق، وده طبعا واضح ان هم عارفين هم بيعملوا ايه للاسف علشان يخاطبوا العداله. ده اللي اقدر انا اقوله لحضرتك. في 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 حاجات مش مفهومه، سواء من تاثير من ناحيه كلام البنات اللي عملت كده، سواء من دخلت المستشفى وخرجوها للاسف من الاسعاف من غير ما ياخدوا الاجراءات الطبيه اللازمه، وبناء عليه حصل كل اللي حصل. لكن ده قدر ربنا، واحنا مؤمنين بقدر ربنا، وما اقدرش اقول غير ان طبعا في علامه استفهام هنا. ازاي المستشفى تجي لها حاله فيها اعتداءات يعني بدنيه واضحه المعالم يعني، وهنا لا تقوم باتخاذ الاجراءات القانونيه المتعلقه بذلك يعني، واتباع القواعد المعروف عليها. وفيها كمان في كمان في قلب الاوتوبيس اللي حصل في الاعتداء بالصوت والصوره الزوائل من البنات، ودي حاجه طبعا على علامه استفهام كبيره، ان في اعتداء حصل وفي كاميرات مسجله بالصوت والصوره، ودي الحاجه اللي انا مش قادر افهمها لحد دلوقتي. اللي هو الفيديو اللي احنا عرضناه في البدايه ده؟ لا يا فندم، لا ده فيديو دوت ده كان عاملينه على السناب شات، ده احنا خدناه كده عن طريق الانترنت، كانوا بيتباهوا باللي عملوه مع بنتي حسبي الله ونعم الوكيل. لكن الشريط الاصلي في قلب الاتوبيس دوت، البوليس مانع تماما ان يدي الشريط الفيديو اللي حصل في الاتوبيس ده لاي جهه مسؤوله. يعني حتى موجود عند الشرطه البريطانيه شريط بيكشف الاعتداء على مريم، ومع ذلك القضيه بيموتوها بهذا الشكل. ومع ذلك خرجوا البنات وراحوا قعدوا في بيتهم عادي واتفرجوا على التلفزيون، وما فيش اي حاجه حصل. عشان القانون البريطاني بيقول لك ما ينفعش ان يقعدوا اكثر من 24 ساعه. وما تسالنيش الزوائل ازاي، لان انا لحد دلوقتي مش قادر اعرف ازاي ده حصل. انا طبعا مش يعني اللي بيهمنا يعني بنتك اصبحت شهيده ومفيش حاجه تعوض نقطه دم واحده. اللي بيهمنا دلوقتي طبعا انه كيف يتحقق القصاص العادل، وانا عارف انه ده يعني ربما هو ده اللي يشفي جزءا من غليلكم يعني، انما ما بيعوضش مريم. طبعا الدم بنتي غالي جدا، وانا عارف انه غالي جدا على مصر وكل المصريين، وانا متاكد من دوت. والحقيقه ما حدش اثر معايا من مصر، لا بدعوات ولا بسؤال ولا القنصليه اثرت معانا، بس للاسف هم كانوا مكبلين الايادي من نظام البلد اللي احنا موجودين فيها للاسف الشديد. طيب وطبعا هنا الناس كلها ليه في الجنب في محنه الحمد لله. حضرتك يعني هنا يعني هم بيقولوا لك ما تكشفش اي جوانب متعلقه بالتحقيقات وبالاسباب يعني بالظبط كده. طيب انا طبعا يعني بعفي حضرتك من الحق، يهمنا ان الموقف القانوني
اللي لازم نشتغل عليه كلنا قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا ونضغط من أجل القصاص لحق ماري. طب قول لي حضرتك تدهورت حالتها الصحية إزاي يا باشمهندس؟ تدهورت حالتها الصحية زوائل يوم 7 مارس. يوم 7 مارس الدكتور في العناية المركزة أمر إن البنت أصبحت كويسة وإنها تخرج من العناية المركزة في وورد اللي هو بتاع قسم المخ والأعصاب. خدوها بالسرير يا زوائل حوالي نص ساعة، السرير عمال يتهز في نص ساعة ماشي في قلب المستشفى. بنتي حاسة لما فتحت عينيها كانت بتعيط، حاسة إن هي يعني زي ما بتقول يعني حاسة إن في حاجة. بعد ما دخل الورد العادي دوت مش العناية المركزة، بعديها بأربع ساعات يوم 8 مارس الساعة 4 الصبح، يعني بعد أربع ساعات حالتها سائد جدا، والخراطيم وصلت في الدم وصل في قلب الخراطيم اللي أساعد التنفس العنشاء الحنجري، ومن ساعتها زوائل والحالة تدهورت تدهور غير عادي. عشان كده بقول لحضرتك الإهمال حاصل من الأول، والإهمال حاصل بعد كده، والإهمال حاصل على طول، وللأسف محدش اهتم بالحالة بالشكل المناسب. وانا اعتقد ان ده كان سبب في ان بنتي وصلت اللي هي فيه. الله يرحمها يا رب ويحفظها. الله يرحم. يعني في المستشفى كان في اهمال متعمد يعني ساهم او ادى الى تدهور حالتها الصحيه حتى الوفاه. هم قالوا لي ان ده عادي، ان يطلعوها من العنايه المركزه وتسوء الحاله وترجع تاني، اهم حاجه بالنص انها ما تموتش. كده بالنص كده الانجليش، ان اهم حاجه ان هي طالما رجعت تاني، بس هي رجعت من يوم 8 مارس والحاله في تدهور رهيب طبعا، بسبب ان هم نقلوها من العنايه المركزه لمده اربع ساعات، خرجت بره الحاله بتاعتها تدهورت، اللي حصل لها نزيف في الرئه الشمال مش وقفت خالص من كتر الدم، حاولوا يعالجوا النزيف اللي في الرئه ما قدروش، رجعوها وهي لا تزال بتنزف، حاولوا يوقفوا الدم، رحم قال لهم لغين الرئه الشمال خالص تماما، حملت على القلب فحصل المضاعفات والنتيجه زي ما احنا كده. الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها. والشهيده مريم يعني ماتت غدرا، هي شهيده والقصاص العادل ان شاء الله يتحقق. سؤالي الاخير، انا مش عايز ارهق حضرتك، السفاره المصريه هل اهتموا وتضامنوا معاكم يا باشمهندس ولا لسه؟ السفير علاء الدين يوسف هو جاي للطريق دلوقتي بيكلمني، هو على بعد 10 دقايق من المستشفى مشكورا، وعندي دلوقتي موجود معايا المستشار القانوني للقنصليه معايا بقاله ساعه، وهم بيتخذوا الاجراءات القانونيه بحيث ان للاسف لازم الجثه تتشرح لان دي جريمه قتل. فقلنا ان احنا كمسلمين مش عايزين، فقال لك لا ده قانون البلد لازم يعملوا الموضوع دوت، فبناء عليه مش عارف هياخد كام يوم. فمشكورين هو السفير جاي عشان يقف عندنا ويشوف الاجراءات القانونيه واللي لازم يعمله يعني. طيب بس هو يعني اذا جاز لي التعبير استطيع ان انا اؤكد بوضوح انه مريم ضحيه اعتداءات عنصريه لانها مسلمه وعربيه، يعني اعتداءات واضحه المعالم. كل شيء ممكن الزوال، محدش عارف حاجه طبعا، لان دي حاجه مشهوره جدا في انجلترا، وده عادي البنات تحت السن القانوني بيعملوا هم عايزينه بيخرجوا. وعلى فكره بعد حادثه ماريا حصل حادثتين مشابهين ليها برضه، وطبيعي برضه ان سلطات تتقاعس وما نعرفش القصه فيه، لكن اقدر اقول لحضرتك ان ممكن جدا في عنصريه، لان احنا ما نعرفش هم اعتدوا على بنتي ليه، لان ما تعرفهمش الزوائل ولا ليها علاقه بيهم. ما انا مندهش ان هم ما لهمش اي علاقه، وبالتالي الاعتداء العارض ده بيبقى اسبابه دايما عنصريه يعني. هو القصه كالاتي، ان هم بيقولوا لها انت اسمك بلاك روز، اسمي مش اسم بنت هتوم، انا اسمي مريم. قالوا لا انت كذابه، انت اسمك بلاك روز حاجه زي كده. ومثلا ما لسه يعني بتقول لا انا مريم، راح ضربوها ضرب مبرح وده اللي حصل. حتى كمان في الاتوبيس البوليس قال لي اكد لي ان هم ما كانوش يعرفوها، وان ديت عباره عن ناس مختله للاسف. للأسف. وإحنا هنكون معاكم، متابعين معاكم مهندس حاتم، وثق إن قضية مريم مش قضيتكم فقط، هي قضية ومش قضية كل مصري فقط، كل معني بالإنسانية يجب أن يهتم بهذه القضية، ولازم نسلط عليها الضوء، ولازم نضغط سياسيا ودبلوماسيا وشعبيا زي ما بيعملوا، زي ما أحيانا بعض الاعتداءات والحوادث
الفردية مهما نقول لهم يا جماعة ده احنا عندنا بقى ده حادث واضح المعالم انه الاعتداء فيه عنصري والتستر فيه واضح واخفاء معالم القضية واضح والمستشفى ما تبلغش القسم الشرطة، كل ده خيوط واضحة المعالم، يعني مش محتاجين حتى ان احنا يبقى فيها الغاز، يعني مش فيها الغاز، يعني واضح تماما التعمد في اخفاء معالم هذه القضية وفي اهدار واضاعة حق ودم مريم، وده ما لا يجب ان نقبله. بشكر حضرتك مهندس حاتم وربنا يصبركم جميعا ويتغمد الشهيدة بواسع رحمته. طبعا يا جماعة قضية مريم الاب في جوانب قانونية مش هيتكلم فيها، لكن الاعتداءات اللي بتتم مفيش سابق معرفة بين مريم والبنات والسيدات العشرة اللي اعتدوا عليها، مفيش صلة، وهنا دايما الأسباب بهذا الشكل بتكون المحامي حتى كان معانا وقال انه في العنصرية واضحة تماما في هذا الحادث، مستشفى بتخفي، إهمال طبي يمكن أن يكون يعني جزءا من مسلسل ان البنت دي تضيع مننا كده ومفيش حد، واحنا يعني ما بنعملش، ما عندناش صوت عالي قوي في القضايا اللي زي دي، لا صوتنا لازم يبقى عالي فيها ونحتاج ونستخدم كل الوسائل ونقول لهم كمان احنا مش هنسيب حق مريم والقصاص العادل لها لابد ان يتحقق. هنبقى نتابع معاكم جوانب هذه القضيه، بس واحنا بنشوفها طب شوفوا ازاي هنا تحدث ازمه دبلوماسيه بين بريطانيا وروسيا بسبب مواطن روسي وابنته. المواطن الروسي ده روسيا بتتهمه بالتجسس. بريطانيا اتهمت روسيا بانها اعطته غاز الاعصاب، غاز مميت ببطء. راجل في حالة شبه منتهية يعني هو وبنته. بريطانيا قالت ان احنا حصلنا على معلومات بان روسيا هي المسؤولة عن محاولة اغتياله وتسميمه، سمموه بغاز الأعصاب ده، وبريطانيا اليوم طردت عددا كبيرا من الدبلوماسيين الروس. طب ما هو بنفس الاهتمام، هو هي يعني مريم عشان مصرية فيقوم يعني بريطانيا في إطار اللعبة اللي بتلعبها دائما، احنا قلنا لكم تلاقيها هي مركز الجماعات الإرهابية والمتطرفة ومع ذلك بتلعب مع كل الأجنحة، تستخدمهم حينا وتطيح بهم حينا آخر وبتشتغل بهذا الشكل، لعبة الاستخدام المتبادل يعني، وفي نفس الوقت بتتنصل من أي دماء زي ما هي عايزة يعني، والمخابرات البريطانية بتشتغل في هذه الملفات بشكل مجهز. مريم مصرية لها حق في ان الـ القصاص العادل يتحقق لها، زي ما بريطانيا كده عملت ضجة وتحقيقات جادة جدا في تسميم معارض روسي هو وابنته، واتخذت خطوات دبلوماسية وطردت عددا كبيرا من الدبلوماسيين. تعالوا نشوف هذه القصة عشان تشوفوا الازدواجية والتناقض كله خاضع للسياسة والتسييس. لما يكون هواك انك انت عايز تضغط على روسيا في هذا التوقيت، خلاص تعالوا نضخم هذه القضية ونهتم ونضغط دبلوماسيا وسياسيا، انما مواطنة زي مريم كده محدش يهتم بيها. سالزبيري مدينة صغيرة في بريطانيا أضحت فجأة محط اهتمام العالم بعد أن تحولت لمسرح في محاولة اغتيال لعميل روسي مزدوج وابنته في حادث وصفته السلطات البريطانية بالجريمة الكبرى. التحقيقات الأولية بالحادث كشفت عن تعرض العميل سيرجي سكريبال وابنته يوليا لتسمم بغاز أعصاب نادر. سكريبل هو عقيد سابق في المخابرات العسكرية الروسية، تم تجنيده للعمل لصالح المخابرات البريطانية عام 1990، وبعد اكتشاف أمره حكم عليه بالسجن لمدة 13 عاماً.
وذلك بعد محاكمة عسكرية أجريت له عام 2006، حيث اتهم بتسليم المخابرات البريطانية أسرار دولة ومعلومات سرية مقابل مال. لكن سكريبل كان من بين 4 جواسيس غربيين أطلقت روسيا سراحهم مقابل 10 جواسيس روس قبض عليهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما هو غزو الأعصاب الذي استخدم في محاولة الاغتيال؟ غزو الأعصاب تم تصنيعه لأول مرة في الثلاثينيات لاستخدامه في الحرب، وعادة ما يكون في شكل سائل يمكن أن يتحول لغاز ويدخل الجسم من الفم أو الأنف، ولا يمكن أن يتسرب من العينين أو الجلد، ويقوم بشل الجهاز العصبي ووقف جميع وظائف الجسم، وإذا لم يعالج سريعا قد يكون مميتا. هذه العملية زادت من حدة التوتر في العلاقات المتوترة أصلا بين روسيا وبريطانيا، حيث تعيد للأذهان طريقة اغتيال العميل الروسي السابق ألكسندر ليفانينكو بمادة البلوتونيوم السامة عام 2006 التي رجحت بريطانيا ضلوع روسيا فيه، حيث أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أن بلادها ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا بعد التأكد من أنهم ضباط، وأضافت أن هذه هي أكبر عملية طرد لدبلوماسيين من لندن في 30 عاما. كما توعدت ماي بتجميد أصول روسية في حالة حصولها على أدلة على أن روسيا تستخدم مواد سامة في تهديد حياة أو ممتلكات مواطنين أو سكان في بريطانيا. وصعدت ماي من إجراءاتها حينما تطرقت أن إجراءات بريطانيا قد تطال المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، ولن يذهب أي من أفراد العائلة المالكة أو الوزراء كأس العالم في روسيا. روسيا لم تقف مكتوفة اليد أمام هذه التهديدات، حيث كان رد وزير خارجيتها سيرجي لافروف الذي اعتبر أن ما تقوم به لندن تمثيلية سياسية، متهما لندن بتضليل متعمد للمجتمع الدولي. ويبدو أن المواجهة بدأت تأخذ بعدا دوليا، إذ قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من هلسنكي أن القمة الأوروبية يجب أن تظهر تضامنا مع المملكة المتحدة، وأنه يجب أن يتخذ قرار بشأن ردة فعل أوروبية مشتركة ضد الهجوم بالسم. فشوفوا يعني لما بيبقى في الدول عايزة تهتم بمصير بعض المواطنين أو بعض الأجانب الذين يتعرضون لحوادث بيهتموا ويمكن أنهم يتخذوا خطوات دبلوماسية. يعني اهتمام بريطانيا بما حدث للمعارض السوري وابنته في أراضيها، احنا عندنا بنت تم الاعتداء عليها يا جماعة بشكل عنصري، والمستشفى تآمرت عليها ولم تبلغ الشرطة بتفاصيل الاعتداء، وده الحال اللي بتتحجج به الشرطة البريطانية الآن، يقولك أصله ما قالولناش، المستشفى لم تتبع الإجراءات القانونية التقليدية ودم البنت يضيع يعني، وكمان المستشفى يبقى فيها إهمال متعمد يؤدي إلى ضياع دم مريم. لا يجب أن يضيع دم مريم بأي حال من الأحوال، ولازم نهتم بها زي ما هم كده. هنا في اهتمام لما يحبوا يسيسوا الدماء، الدماء ليست قابلة للتسييس، الدماء قضية إنسانية في المقام الأول ويجب أن تهتم بها. وإحنا كمان زي ما بيهتموا ببعض الحوادث اللي بتحدث لمواطنيهم هنا أو في أي مكان، علينا كمان إن إحنا نطالب دايما ونضغط سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا من أجل المطالبة بالقصاص لمريم اللي ضاعت بسبب العنصرية وبسبب تواطؤ السلطات البريطانية وإهمال المستشفى المتعمد. لما بنلاقي زي ما قلت لكم امبارح، احنا عشنا يعني لما تلاقي فيه حتى التفاعل مع الحالة الوطنية المصرية قام بها فنانون كبار يعني وعمالقة وأغانيهم بتعيش حتى الآن، يعني زي ما قلت لكم ما تيجوا تشوفوا حتى من صباح ووديع الصافي وفريد الأطرش وكل الفنانين العرب، حتى هنا القضية مش قضية الشوفونية الإقليمية، يعني أنا مصري ولا أنا إلا. هنا في أغنية انتشرت بشكل كبير للمطرب الأردني عمر عبد اللات، وتفاعل معها الجمهور المصري بشكل كبير، وربما التفاعل تضاعف
ليس فقط لجمال الأغنية وصدقها، لا كمان لأن المطرب أردني، وجايز احنا في حالة شوية الدول العربية للأسف الشديد انغلقت على نفسها وكل واحد قافل على نفسه، ولم نعد نتفاعل مع قضايانا مع أنه معظم قضايانا واحدة. يعني تعالوا نسمع الأغنية أولا. أغنية دغدغت مشاعر الجميع، شحذت وجدانهم، أثرت فيهم، أشعلت حماستهم، واللي طالما الأغنية بتؤثر كده يبقى بالتأكيد هي صادقة جدا وصاحبها صادق جدا. هو معانا الأستاذ عمر عبد الله. أستاذ عمر أهلا بيك. يا أهلا بيك يا أستاذ وائل، الله يسعد مساك يا رب. أهلا بيك على الجيش المصري. بشكرك على الأغنية الرائعة اللي انت بالتأكيد يعني اكيد وصل اليك يعني تفاعل الشعب المصري معاها. يعني الله يخليك يا استاذ وائل، والله انا اشكرك، ولكن والله العظيم انه انا ما بدي اي شكر لواجب انا كان لازم اعمله، كان لازم اني اقوم بهذا الواجب، لانه مصر تستحق بس من ابنائها مصر. ما انا عشان كده انا بسالك في البدايه عشان تغني أغنية بهذا الشكل، فبالتأكيد يعني عندك دافع بداخلك خلاك قلت أنا هغني هذه الأغنية، خاصة أنها يعني الأغنية داعمة للجيش المصري اللي الحقيقة بيحارب الإرهاب وبيواجه مخططات إرهابية الآن. يعني إيه الدافع اللي دفعك للأغنية بهذا الشكل يا أستاذ عمر؟ والله يا أستاذ وائل يعني دوافع كثيرة مش دافع واحد. بس يعني الدافع الرئيسي بأمانة أنا أحكي هو حبنا إلى مصر، حبنا وانتمائنا إلى مصر. هذه مصر يعني بأمانة أنا بحكيها مصر حب الدنيا، مصر حبيبتنا، يعني مش بس حبيبة المصريين. وبعدين إحنا لما نيجي على مصر من زمان، وأنا أتصل وأنا لما أجي على مصر بنشوف الجيش المصري، بنشوف الأمن العام، نشوف الأمن والأمان اللي في مصر، اللي كنا نقول الله على الأمن والأمان في مصر تكون ضد العالم، وكيف كانوا يحتضنوك المصريين، وكيف كانوا يحتضنك الجيش. فيعني مين منا بنسى هذا الحكي؟ ما بنسى هذا الحكي والله غير ابن الحرام. فهاي فرصة إنه الجيش المصري قاعد يحارب الإرهاب، هو مش بحارب الإرهاب عن مصر بس، هو بحارب الإرهاب عن الأردن وعن العراق وعن سوريا وعن كل وطن عربي. فهذا واجب علينا انه نوقف لمصر، لانه مصر اعطت الكثير الى الوطن العربي. مصر العريقه تستحق ان يبذل من اجلها الغالي والنفيس. فهذا انا مو بحاجه لشكر، بالعكس انا الشكر ليا تكون مصر بخير واحنا بخير والله. طيب انا كنت لسه بقول انه يعني يجوز في السنوات الاخيره يعني أصبحنا منغلقين على أنفسنا بشكل كبير، يعني قلما يمكن أن يتفاعل المطربون العرب أو الفنانون العرب مع قضايا عربية وطنية بهذا الشكل. يعني فهنا الحقيقة اللي أثر في الناس كثيرا أنه هذه المشاعر الصادقة يعني تأتي من فنان أردني في وقت يعني اعتقد الناس خلاص أنه الناس انغلقت على بعضها البعض. يعني لا والله يا صديقي، يعني بتضل يعني مصر مظل مصر حبيبة الجميع وحبيبة الكل، واجبة كثيرة على الناس ان نوقف مع مصر ونسد على ايد الجيش المصري اللي قاعد هو يعطي المعنويات للناس. الجيش المصري هو انا بحس لما اشوف الجيش المصري وهو داخل على سيناء حتى يحارب الارهاب، والله شيء عظيم هذا اللي بصير، ولكن يجب ان نقدر هذا الجيش ويجب ان ندعم هذا الجيش، واحنا نعطي المعنويات مش هو اللي يعطينا المعنويات. فأنا يعني أتمنى أنه هذه الهدية المتواضعة مني ومن كل الناس الأردنيين اللي بيحبوا مصر واللي شدوا على إيدي وفريق العمل اللي معاي اللي عمل هذا العمل بأمانة بحب من الشاعر مهدي الشيخ، ومع تواضع من ألحاني ومن الموزع الموسيقي المايسترو محمد القيسي، من إنتاج الأخ محمد المجالي مؤسسة أمل، كل هاي الناس اشتغلت بدافع حب. بعدين في شغله بسيطه استاذ وائل،
احنا بكل امانة ما حدا طلب منا نغني. انا حاب اوضحها للناس، انا ما اجاني اي شخص سواء قريب او بعيد او جهة سياسية او جهة شخصية قال لي غني لمصر. هذا العمل مهدا منا من كل قلب بامانة، وبامانة انا ما كنت اتوقع يعني انه يوصل بهذه الطريقة، بس انا كان هدفي بامانة في عندي شيء حاب وحاب اوصله فقط، ولكن الحمد لله يعني يمكن من صدق المشاعر وصدق هذا العمل. طبعا ما انا كنت بقول يعني انا يعني لا اخفي عليك ان في يعني ربما يعني غنى البعض، وربما البعض كده يعني حتى على سبيل المجاملات يعني قال لما يعني اغني اغنية تضامنا مع مصر يعني يجوز انه كان فيها بعض المشاكل المتعلقة في كلماتها في يعني جمال الاغنية نفسها، لكن اهم ما في هذه الاغنية انه الناس تلمس فيها مشاعر صادقة وبالتالي وصلت لوجدانهم بهذه السرعة. يعني الحمد لله الحمد لله يا صادق، يعني على ما اعتقد كل شيء صادق يعني بالنهاية لازم نوصل، وزي ما حكيت لك يعني. وبعدين هذا العمل هو يعني انا بغني قاعد دوني، وانا رجل جيش اردني، وإلي الشرف اني غنيت للجيش الاردني مجموعة كبيرة من الاعمال وبعديها هذا الجيش الوحيد اللي انا غنيته الجيش المصري، فانا بعتبر الجيش الاردني والجيش المصري والجيش العربي هو جيش واحد، كلياتنا واحد. يعني انا اذا بغني للاردن ما بغني لمصر، بالعكس لا، انا بدي اغني لمصر ولا طبعا طبعا. ويبدو كمان انك مدرك يا استاذ عمر لاهميه بقاء الجيوش قويه في وقت لما شفنا كيف سقطت الجيوش في بعض الدول وتمزقت، ضاعت هذه الدول يعني. طبعا لا شك لا شك، هذا الكلام السليم وهذا الكلام الصحيح وهذا الكلام اللي الناس لازم تعرفه وعدم المؤاخذة. احنا كوطن عربي نصحى ونحافظ على الامن، مدام عندنا امن عام، مدام عندنا قوات مسلحة، ليش ما احنا نشد على ايديهم؟ ليش ما احنا نوقف معهم؟ لانه ابن الجيش هو ابن عمي واخوي وابن خالي وقرابتي، هذول منهم، فيجب ان نوقف مع بعض، يجب انه ان نكون ايد واحده بالذات في هذه الاوقات. المصريين لم يتخلوا باي يوم بدمائهم لنصره الوطن. لازم نحافظ على اوطاننا، نحافظ عليه بالسر والعلن وبالقول وبالفعل. ان شاء الله. وانا يعني مصر يا رب. رغم ثقتي الكامله انك لا تبحث عن تكريم، بس والله يا جماعه يعني هذا الرجل يستحق الاحتفاء والتكريم، لان الحقيقه اغنيه بهذه المشاعر الصادقه، الصوت يجمع بين القوه والصلابه التي تتناسب مع قوه الجيوش، والمشاعر الصادقه والحماسه المشتعله، كل ده هتلاقوه في الاغنيه وانت بتسمعها، هتلاقي فيها قوة وصلابة الجيوش، فيها مشاعر وجدانية صادقة، فيها كمان العاطفة المحمومة، كل ده يمكن أن تشعر به في هذه الأغنية. عشان كده يعني احنا بندعو للاحتفاء والاحتفال بالأستاذ عمر عبد الله، رغم ثقتي بأنه زي ما هو بيقول يعني أنا يعني عملتها من تلقاء نفسي إيمانا منه بدور الجيش المصري وبدور مصر. بشكرك يا استاذ عمر، ولو عايز تقول تعليق اخير تفضل. انا تعليق اخير، والله انا لا اطمح ولا اطمع باي تكريم، انا فقط تكريمي الوحيد اكون نايم ومرتاح، تكون مصر بخير والجيش المصري بخير وشعب مصر بخير. بامانه الله لا اريد اي شيء سوى، انا كلمه الشكر هذه منك انا تكفيني الدنيا كلياتها، ويكفيني ان المصريين يكونوا مبسوطين قد ما أبسطونا المصريين وقد ما حببونا بالدنيا وبالروح وبالحياة الحلوة، هذا هو تكريم. بشكرك يا أستاذ عمر، ألف شكر. يا جماعة يعني إحنا لما نلاقي في هذه اللمسات الفنية الجميلة اللي بتعبر عن مشاعر صادقة، هنا على الفور الناس تقول تعالوا نحتفي بيه ونقول له شكرا على هذا الجمال. حتى يعني الفن بيوصل للناس بشكل أقوى وأسرع من المؤتمرات السياسية، من المقالات الصحفية، من البرامج التلفزيونية. أغنية أو فيلم يعني يمكن أن يحقق أضعاف
ما تحققه السياسة وما يحققه الإعلام. يعني الفن مستو أنه بيوصل للناس بشكل سريع، والأغنية دي تفاعل معها المواطنون في مصر وربما كمان في كل أرجاء العالم العربي، عشان كده سلطنا الضوء عليها وقلنا كمان نكلمه ونحتفي به. تعالوا نشوف القضايا المختلفة. لو تشوفوا ازاي احنا قلنا منظومة الأيتام في مصر منظومة اجتماعية متأكلة للأسف الشديد، نتمنى إعادة تقييمها من جديد وإعادة تصحيح الأمور فيها من جديد. يعني إيه منظومة الأيتام؟ يعني اللي بيشتغل في منظومة الأيتام لابد أن يكون مؤمنا بأنه بيشتغل رسالة إنسانية مش عمل تجاري، مش بيزنس عايز يكسب منه ويجمع تبرعات على حساب أطفال يتامى. بعض الناس بعض بيعملوا كده، لكن في ناس بتشتغل هذا العمل الخيري على اعتبار انه عمل خيري. البنات كمان، البنات داخل منظومة دور الأيتام ليه؟ البنت انتوا عارفين هو الجميع، يجب انه يكون الاهتمام بالجميع يعني، بس البنت لأن مشاكلها الاجتماعية بتكون كبيرة جدا، وإدماج الجميع في المجتمع مهم جدا. إدماج كل الأيتام في المجتمع، تدمجهم في المجتمع يعني إيه؟ يعني ما تحسسوش إنه بلا أسرة وبلا أب وبلا أم، لأنه ملوش ذنب. كل واحد في البشرية كان يمكن أن يولد زيه زيهم، يعني لا أنت اخترت ميلادك ولا هو اختار ميلاده، أنت بتولد على ما أنت عليه يعني. فتعالوا نشوف ازاي نصحح اوضاع هذه المنظومة، وتعالوا نشوف كمان المهازل والمآسي اللي بتحصل للبنات خاصة بعد ما بيكبروا، بيبقوا اطفال طيب بيكبروا بقى في المنظومة، فشوفوا المآسي التي تواجه اعداد كبيرة من البنات والنساء. فتيات يتيمات يصبحن بلا مأوى بعد تطليقهن، ينتظرن من يعطف عليهن بمأوى يقيهن معاناة ليلة على الأرصفة. في هذا التحقيق الذي حرصنا من خلاله أن نتعرف على واقع اليتيمات عن قرب من خلال لقائنا بهن، وجدنا لديهن الكثير من الهموم والكثير من المعاناة بعد خروجهن من دور الرعاية وزواجهن. فكان لكل واحدة منهن قصة ولكل واحدة منهن معاناة. مفروض ان لما بتتجوز بتطلع بره وما بيشوفوا لها زوج كويس الاول، لما بيجي اي واحد يتقدم بيجوزوه كده وخلاص. بعد كده البنت لما بتيجي مثلا يحصل طلاق وترجع يمنعها من دخول الدار. اتجوزت وبعد كده اتطلقت وحصلت مشاكل يعني كبيره، واتجوزت تاني، وبعد كده لما جوزي توفى وجيت ارجع لهم قالوا لي لا ان انا ما ادخلش الجامعه. الدار بتاعتنا لو واحده اتجوزت ومشيت ما بترجعش تاني الدار، يعني حتى لو معاها اطفال. معاها اطفال بقى، حتى مش معاها اطفال ما بترجعش الدور. ان انا ليا مكان اقعد فيه اللي هي مكان جوزي الدار اللي وانا ما كانش ينفع اقعد فيه عشان كانت دار صبيان. طيب وعادي ان انت تقعدي مع دار صبيان وهم قالوا لك تقعدي فيها؟ يعني هم كانوا موافقين ان انا اقعد في دار صبيان، بس انا قلت لهم لا عشان ما ينفعش. بيضطر اي واحد، مش انا بس، اي واحد من اخواتي بيضطر ان هو يستقبلهم عنده في بيته، وده الواجب عليه، ده يعني ده مش بمزاجه. كنت بقعد كتير في الشارع، كنت بفضل صاحي لحد الصبح وبفضل الف في الشارع عشان مش لاقي مكان اقعد فيه. كنت حامل في الشهور الاخيره، يعني انا حتى قلت يعني اختي كانت ماشيه بقول لها انا خايفه اولد وانا في الشارع، خايفه يحصل لي حاجه وانا في الشارع محدش هيساعدني. طبعا ببقى متضايقه جدا، انا يعني اللي احنا ملناش حد. بيجي عليا اوقات ما بقاش الاقي مكان اقعد فيه، كنت اقعد اقول لاخواتي دخلوهم بيباتوا معاكم في الدار وانا بات في الشارع، لكن انا ما بقتش عيالي في الشارع. طبعا انا مش هينفع يبقى عندي بنت واجيبها معايا مرمطه معايا، لا انا اطلع اتمرمط لحد ما ربنا يكرمني بحاجه وبعد كده اجيب. تيجي حصل معاكي حاجه وضحكوا عليكي في فلوس؟ عملوا خلوني انا اعمل توكيل عام، وفي الاخر لما انا مشيت قالوا لي مالكيش دفتر في الجمعيه عندنا او مالكيش حق. قالوا لي ان هم يفتحوا الدفتر عشان يودبوا لي الشقه، يركبوا لي عداد ميه وكهرباء، وفي الاخر ما عملوش حاجه، فتحوا الدفتر بس وخدوا الفلوس اللي فيه. دلوقتي المفروض لها شقه،
وقالوا له هنسلمها لك، جايبين لها شقه في الفيوم، جايب اي حته بس اسمها ليها اربع حيطان، يلموا جسمها ولحمها ويلموا شرفها. عايز استقر اخد حقي من الجمعيه بتاعتنا والم كده عيالي جنبي ومستقره في حياتي بدل المرمطه اللي انا فيها دي. طب هي ممكن تستحمل؟ طب ولادها؟ يستحيل يستحملوا. انا ما بحبش حد يضايق عيالي فمش عارفه. هو اكيد يعني عايز اعيش عيالي احسن مني بدل ما يشوفوا المرمطه اللي انا فيها دي. سامح 4 سنين واياد عنده 2 سنين وفاطمه عندها 1 سنة و5 شهور. انا ما اعرفش امي وابويا بس انا اعرف ان انا من البلد دي. ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط، انها مقوله تؤكد واجبنا نحو مجتمعنا الذي نعيش فيه. اذا كان هناك من يحتاج لان نشعر به ونعينه فلن نجد أفضل من اليتيم الذي أمرتنا شرائعنا السماوية برعايته وأوصتنا به خيرا وعظمت أجر ذلك ليبلغ الجنة. مي عبد الرحمن، 10 مساء. شيء مؤسف جدا ان البنات الايتام تتعرضن لهذه المآسي ويبقوا نايمين في الشارع بهذا الشكل. يعني مش عايز بقى استخدم التعبيرات لحمنا، ولانه كمان مش محتاجين نقول ده يعني. وكمان المنظومة الانسانية المتعلقة بالايتام في مصر تحتاج لاعادة تصحيح واعادة مراجعة. لان اسأل نفسك كده، هل تم ادماجهم في المجتمع اول ما تقول لا ما حصلش؟ وفعلا ما حصلش. الوظيفة الاساسية امتى تشعر بالنجاح؟ لما يتم ادماج الايتام في المجتمع ولا حتى يعاير، ده بيعايروهم انك انت يتيم وانك انت لقيت وبلا اب وبلا ام وبلا اسرة. يتم معايرتهم دائما في دور الايتام، وبالتالي هنا الفشل واضح. يعني امتى ننجح؟ لو تم ادماجهم في المجتمع زيهم زي اي حد، لان هم زيهم زي اي حد. ما فيش حد فينا ولد بمشيئته يعني، ولا فصل الظروف بتاعته على مقاسه. نشوف المستشفيات اللي بلا مستشفيات. هنا المستشفى في مركز يوسف الصديق توقف العمل تماما في المستشفى المركزي بالفيوم. والمستشفيات معناها ايه؟ معناها انك انت خاصة لما يكون مستشفى يعني ربما هي الوحيدة يعني، او هي اللي يمكن انها تكون المأوى والمنقذ للناس، تتحول المستشفيات الى مباني خالية أو مستشفيات بلا مستشفيات، وتلاقي الناس مع أوجاعها مع ألمها مع أمراضها للأسف الشديد بتعاني أشد المعاناة علشان بس تتسول العلاج. تضرر أهالي وسكان مركز يوسف الصديق التابع لمحافظة الفيوم من توقف العمل في المستشفى المركزي التي تم الانتهاء منها عام 2005 ولم يتم افتتاحها حتى الآن. مستشفى بقالها 14 سنة مبنية، فلوس اتدهورت، مال دولة مال عام اتبهدل، ومكان الصرف عليه ومكان اتهمل خالص. كل الشباب هنا بيعاني من موضوع الصحة، وزائد عندنا مشاريع سياحية كبيرة في المنطقة ومشاريع عملاقة هيستكملوها الفترة الجاية. وجميع المشاريع دي أي حد بيتعب هنا لازم يروح أقرب مستشفى هنا حوالي نص ساعة. كل مسؤول أفندي بدون عقود مسكنات مفيش حل. أعضاء مجلس النواب للشهرة فقط لا غير، مفيش أي مشكلة. إحنا حرام، وإحنا مش أهالي، إحنا مش مصريين. مشكلة المستشفى إن إحنا تعبانين جدا، عايزين أي حد يشوف لنا حل في الموضوع ده. يعني يشوف لنا حل، احنا بيبقى معنا اطفال ممكن تبقى تعبانه ممكن تموت معنا منا في الطريق. رصدت كاميرا 10 مساء مظاهر الاهمال الشديد الذي تعاني منه المستشفى، على الرغم من وجود المبنى ووجود بعض الاجهزه به الا انها سرقت. المستشفى كل المعدات اللي فيها اتسرقت،
والوطاويط والغربان وحاجات كتير قوي ساكنه فيها، والحمامات كل الاجهزه اللي فيها. لان هي مش متقفله اصلا، يعني ما حدش بيجي وبيسال. جرنا من حوالي 8 شهور يعني ما يقرب السنه، وقالوا ان هي تشتغل وكده، وبقينا عايشين على امل ان هي تشتغل. لا ما فيش، يعني كلنا نفسنا نساهم ونعمل اي حاجه، بس ما فيش جديد. كل الحاجات اللي فيها اتاخدت. تجديد المستشفى دي 2005 كانت تكلفتها تقريبا 8 مليون جنيه. احنا مساحه المركز تقريبا ما يعادل نص او تقريبا نص محافظه الفيوم. احنا 1600 كيلومتر. عدد سكان يوسف الصديق كمركز تقريبا 375 الف نسمه. احنا كلنا بنعاني من مشكله الصحه. فاحنا حضرتك احنا في مكان وموقع متميز يتوسط بعض المناطق الاثريه والسياحيه في محافظه الفيوم. بنستنى الاسعاف ممكن تتاخر لما تيجي. في ناس بتغرق في البركه بحيره القارون. في ست ولدت في الطريق وهي ماشيه. ذنب ايه الست دي؟ جالنا وعود كتير ان المستشفى ان شاء الله خلال عام هيكون فيها عمل، فاحنا بنطالب وبنناشد جميع المسؤولين بوزاره الصحه وعلى راسهم السيد وزير الصحه نظره للمركز مدينه يوسف الصديق. يعني شوف الناس، في احنا في حاجه الى مستشفيات، فيبقى المبنى موجود. طب لما المبنى موجود ده كويس جدا، يعني على الاقل لما يكون المبنى موجود وتم بناؤه يبقى 80% من المشكله بتتحل. نشوف ازاي بعد كده، ده حتى لو تضامن الجميع، مجتمع مدني مع حكومه مع رجال اعمال مع اعضاء مجلس نواب، لانك كل ما بتفتح مستشفى كل ما بتخفف الام البشر. ومفيش يعني رسالة أهم في الحياة ممكن تعملها إلا إنك تخفف آلام البشر. ده أنت لو ما عملتش حاجة إلا إنك تخفف آلام البشر كفاية. مدارس كمان بلا مدارس، هتشوفوا نموذجان لمدرستين بلا أسوار، وده معناها إن كأنهم في الشارع يعني. رغم الجهود التي تبذلها الدولة في إنشاء المدارس بمراحلها المختلفة للقضاء على كثافة الفصول والفترة المسائية وتوفير الخدمة التعليمية والأنشطة المتنوعة للطلاب، إلا أن الشيء الجميل لا يكتمل في بعض الأحيان. فعلى الرغم من بدء الدراسة، إلا أن هناك العديد من المدارس بالدقهلية التي لم تبنى لها أسوار، وأخرى تهدمت أسوارها فأصبحت تشكل خطراً داهماً على حياة الطلاب. مشكلة عندنا، خايفين على أولادنا لأن سور المدرسة هدوه، ما تبناش سور المدرسة. ما يطلع ما بقاله داخل دلوقتي على 15 سنة ولا أكتر كمان. قبل كده في حصل مشكلة لطالبة برضو إن هي اتخذت وتاخد حلقها وكده، وكانت مشكلة كبيرة وصلت للنيابة. أنا نجيب بجهود الذاتية نعمل الشجر على أساس نحوط وإن شاء الله نلفه بحبال أو حاجة، حاجة تحمي الطلبة أو الحاجات دي. إحنا اتعرض عندنا أكتر من مدرس في السنتين اللي فاتوا للعرض للضرب بالمطاوي من العيال اللي بيجوا يعكسوا البنات عندنا هنا. الحمامات بتاعت المدرسه في الشارع، موجوده بره الشارع. احيانا برضو العربات بتعدي، التكاتك بتيجي، يعني العمليه مفتوحه، انت مش قادر تحكمها. مشكله السور هنا زي ما انت شايف، مصنع رخام موجود، تكاتك ممكن تعدي، عيال بلطجيه بتلاقيها موجوده في قلب المكان. أطفال لا حصر لهم ولا تعدي المدرسة بالألوفات بنات وبنين، فهل هذا المنظر يعجب؟ طلع معرضين للخطر، الشرطة قبضت على ناس متحرشين بالبنات هنا أكثر من مرة، تم الاعتداء على بعض المدرسين بمطوة. أنا بتعرض للخطر قبل الناس، يعني أنا لو متواجد بالليل موجود بالليل نبطشية من 11 لما 7 الصبح مثلا، يعني معرض إن أنا لأي خطر في أي لحظة، ماشي؟ إنما لما بيكون في سور طبعا بيحميني وبيحمي غيري. مدارس، مستشفيات، الصحة والتعليم أساس بناء المجتمعات، مجتمع صحي ومجتمع متعلم كويس. فالحياة ده يعني مسألة تحتاج لتضافر الجميع، حتى
يعني مش هنكتفي بان البعض يقول والله دي مسؤولية الحكومة، مسؤولية الاولى يعني، لكن كمان من الناس كده تشوف يا جماعة يعني الدايق هنا الاعضاء المجلس النواب في هذه الدائرة ده ما ينامش ويقول لك تعالوا يا جماعة لازم نشوف نعمل ازاي اسوار ونشوف ازاي المدرسة تكون مدرسة بالفعل والمستشفى تكون مستشفى بالفعل يعني. هطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل معاكم القضايا والموضوعات المختلفة والمتنوعة. مشاهدينا نحييكم من جديد. قبل ما نكمل موضوعاتنا المختلفة، امبارح كان في ردود فعل مختلفة على الحلقة اللي استضفنا فيها أحد العائدين من قنوات الإخوان في تركيا رامي جان، اللي أسس في وقت من الأوقات ما سمي بأقباط ضد الانقلاب، وكانت له مواقف في هذا السياق، ويعني ربما استخدمته جماعة الإخوان في محاولة للإيحاء والتأكيد على أن القضية عندهم مش قضية تيار إسلامي فقط، ولكنهم يمثلون الشعب المصري بكل طوائفه، وأنهم مش عندهم أعداء مع المسيحيين وفقا لخطابهم ووفقا لأفعالهم وممارساتهم يعني. ولحقنا تبنينا شعارا نجده منطقيا ومعقولا حتى لو اختلف معاه البعض، انه كل شخص يمكن ان يكتشف في اي لحظة، وهنصنف الناس تصنيفات مختلفة، انه بامكانه العودة عن هذا الطريق اللي استمر فيه لبعض الوقت مع جماعة الاخوان، لابد ان نفتح له الابواب. في بقى فئات مختلفة، في الذين ينتمون تنظيميا لجماعة الاخوان، وهؤلاء يعني ينطبق عليهم القانون، وفي كمان من ينطبق عليه القانون في جرائم مختلفة يعني ارتكبت، وفي كمان هناك من ينتمون عاطفيا للجماعة أو من ركبوا قطار الجماعة وهو ماشي. مهما كانت بقى هيقول لك أصله يعني ما هم كانوا عاوزين مصالح مادية بعضهم، وبعضهم يمكن ان يكون تم العبث في رؤوسهم يعني، واحنا خلاص مصر اصبحت دولة مؤسسات قوية لا تخشى. البعض يقولك يعني اصلهم ممكن بعضهم يرجعوا ويتجسسوا تاني وتبقى ازرع لجماعة الاخوان يعني. الحقيقة هم عودة الكثيرين، وحتى اللي بيكلمونا ويطالبونا يعني عايزين مدخل بس لإمكانية العودة، وهم يعني لم يرتكبوا جرائم، وإلا يعني اللي هيرتكب جريمة بالتأكيد هيطبق عليه القانون أولا، ومحدش بيقول نيم القانون أو ابعد القانون عن فتح الأبواب أو افتح الأبواب دون إعمال القانون، لا يعني افتح الأبواب مع إعمال القانون، ولا أحد يمكن أن يناقش القانون. بس كمان أنتوا عارفين أنه سبب ده إيه، في قطاع كبير من الذين ركبوا قطار الإخوان أوهموهم من سنة 2013، ثورة 30/6 في 2013، استنوا نهاية 2013 هيسقط هذا النظام وهيسقط مشروع 30/6. طيب انتهت 2013، استنوا 2014 هو نهاية مشروع 30/6 ونظام الرئيس السيسي، 2015 نفس الوضع، 2016 2017 الناس دخلت على 2018 فاكتشفوا تماما ضعف جماعة الإخوان، وإن فكرة العودة التي أوهموهم بها يعني خلاص أصبحت مستحيلة، وإن مصر الآن دولة يتماسك شعبها مع جيشها مع مؤسساتها المختلفة، وبالتالي هنا يعني كل دي أوهام، واكتشفوا ذلك خلاص. مش ممكن تقول للي اكتشف ذلك حتى لو كان عنده نوايا
والله أصله كان رايح لمصالح مادية أو ذاهب لمصالح شخصية أو تم العبث في عقولهم وعاد، ومش ممكن تقول لهم إن إذا اكتشفت خطأ هذا الطريق يبقى مش هينفع ترجع، أو إنك تكتشفه زي ما تكتشفوش، وإنك خلاص أصبحت في هذا المربع ولا مجال حتى للعودة والتوبة. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني يقبل التوبة، وأنا بقول لكم التوبة في حدود يعني الناس اللي هي لا ينطبق عليها، لو في قانون أو الناس يمكن أن تخضع للقانون لابد أن تخضع، إنما الأبواب يجب أن تفتح للجميع، لمن ركبوا قطار الإخوان ممن تم العبث في عقولهم، وزي ما شفنا بعض النماذج يعني. وعلى فكرة في أعداد كبيرة جدا عايزة ترجع، في طبعا وجهة نظر ما أقدرش أقول إنها غلط، هتلاقيها متشنجة ومتعصبة وبتقول لأ يضحكوا علينا، يعني يهاجموا ويحاولوا انهم يسقطوا الدولة ويشتركوا في مؤامرات بهذا الشكل، وبعدين يقولوا احنا اخطأنا ويرجعوا. اولا احنا قلنا القانون يطبق على الجميع، لكن كمان لازم انك انت تقول لهذه الاعداد الكبيرة اللي اكتشفوا ضلال هذا الطريق واكتشفوا الاوهام اللي باعوها لهم، كانت سوقا للأوهام يعني، اكتشفوا ذلك، لازم تفتح لهم أبوابا للعودة. هنا البعض بقى أم كاتب لك إيه يعني، وكأننا ندعو لمصالحة، مصالحة مين؟ المصالحة في إيد الشعب المصري زي ما قال حتى الرئيس السيسي، يعني المصالحة مع الإخوان يعني دي قضية يعني حتى ليست مقبولة في عند الأغلبية الساحقة من الشعب المصري، لأن الإخوان ولاؤهم الأساسي للإخوان ولا يوجد لهم أي ولاء لا للوطن ولا حتى للإسلام الذين يتحدثون عنهم. احنا بنتكلم على مجموعات تم العبث بعقولها، لا تنتمي تنظيميا، اللي بنتموا تنظيميا لجماعة الإخوان معروف أعدادهم وخلاص أصبحوا حتى معروفين بالأسماء يعني، لكن هناك من ينتمون عاطفيا، مالوا عاطفيا للجماعة، ركبوا قطار الجماعة، هؤلاء يمكن أن تفتح لهم أبواب العودة، خاصة أن أعداد كبيرة منهم اكتشفوا عدم مصداقية هذه الجماعة واكتشفوا أنهم صاروا في الطريق الخطأ. فلو أنت قلت لهم اكتشفت زي ما اكتشفتش، فالحقيقة ده ليس منطقيا، ليس عقلانيا، لا هتقول له إذا اكتشفت ذلك وتستطيع خلاص يعني، مين يمكن أن يخدعك الآن بعد ما أصبحت دولة مؤسسات قوية؟ يعني إذا كان في البدايات في 2000 في النصف الثاني من 2013 وحتى النصف الأول من 2014 كان ممكنا يعني، كنا في مرحلة انتقالية ولسه فيها الهزات المختلفة، لكن بالدستور وبانتخاب برلمان ثم رئيس قوي يلتف حوله المصريون انتهت هذه المخاوف بشكل كبير. ولما بتفتح هذه الأبواب ما بتفتحهاش يعني على مصراعيها، لا، بتدقق جيدا وبتتأكد جيدا وتفتح صفحة مع بعض الذين تم العبث في عقولهم. في كمان بخصوص ده هتلاقوا مواقع الإخوان، قنواتهم، معظم أقلامهم يعني هنا علقوا على الحوار مع رامي جان بالأمس، وبدأوا يتكلموا عن إن إزاي إحنا تم اختراقنا أمنيا بهذا الشكل، هم يتحدثون يعني، وإنه إزاي استطاع الضحك علينا وعاد إلى مصر بالشكل ده، وبعضهم بقى كان عنده تفسيرات مختلفة ومتعددة، لكن ما فيش شك ان الحوار بالامس هو مع عائد من تركيا، عمل مع قنوات الاخوان، كشف معلومات مهمة جدا، كشف ازاي انهم يعني من هواجسهم ومخاوفهم يتنصتون على بعضهم البعض، يتجسسون على بعضهم البعض، يمكن ان يبيعوا بعضهم البعض، المجموعات المختلفة داخل جماعة الاخوان، وكشف لنا معلومات في غاية الأهمية والخطورة. حتى قناة الشرق أصدرت بيانا وعلقت فيه على كل ما جاء في الحوار وفندت يعني، وهنا فليكن
انما في كل الاحوال اللي اهتمينا بيه مش ان بس الحوار يثير كل هذا الجدل، ولا ان الموضوع اللي ناقشناه معاكم امبارح يستدعي كل هذا اللغط وكل هذا الاهتمام والكتابات المختلفة والتعليقات المختلفة. اللي يهمنا ان يبقى فيه منهج لفتح ابواب لشباب تم العبث في عقولهم، لا ينتمون تنظيميا لجماعة الإخوان، وأعداد منهم تحدثنا يوميا عايزين يعني يجدوا بابا للعودة وبابا لفتح صفحة جديدة. في مؤسسات معنية بهذه القضية، مش هتقول للناس والله يعني عودوا والأبواب مفتوحة، لا، في مؤسسات معنية بهذه القضية هي التي تتولاها. وبقول لكم نميز جيدا بين من ينتمي تنظيميا لجماعة إرهابية، ده قضية تانية خالص لا نقاش فيها، وحتى اللي بينتمي فكريا هي قضية في مرحلة تانية. أنا بتكلم عن الذين ركبوا قطار الإخوان دون أن ينتموا إليه من باب التعاطف، من باب الاعتقاد بأنهم الفئة المظلومة كما أوهموهم، إلى أن اكتشفوا أنها جماعة إرهابية تخاصم الوطن وتخاصم الإسلام وتخاصم الواقع، وولاؤهم للإخوان وليس للوطن، وممكن يبيعوا أي حد من أجل مصلحة الجماعة. نرجع تاني لقضايانا، هنشوف في مدرسة وقدامها جامع، يعني الله على الصورة الجميلة، يعني اللي لا يمكن أبدا تتخيل أن ده يمكن أنه يسبب مشاكل، مسجد ومدرسة. فهتسمعوا حتى في أولياء الأمور اضطروا أنهم يعملوا حوار مع مديرة المدرسة، وبيقولوا يعني أن في ناس يعني ما بتعرفش تتوضى في المسجد فبتدخل تتوضى في المدرسة، ودي مدرسة أطفال، فواحد دخل وتحرش بأحد الأطفال. وفي عامل كمان مشهور عنه يعني وقائع زي دي. معقول يا جماعة نوصل لهذه الحالة؟ طبعا العالم كله بيهتم بقضية التحرش، هي مش قضية مصرية بس، شوفوا حتى في كل دول العالم بتهتم، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا يوثقون الآن الشهادات المتعلقة باعترافات التحرش لأنها ظاهرة عالمية يعني. بس احنا مع أطفالنا ظاهرة مخيفة، وأنا بقى قاعد مش متخيل أبدا يبقى مسجد ومدرسة ويمكن أن يتسلل الشيطان إلى عقول البعض، يعني يا أخي ده مدرسة تربوية ويا أخي ده مسجد قدامك، حتى لو يعني وطبعا وليس مقبولا يعني انك تفتح المدرسة علشان يتوضأ البعض فيها للصلاة في المسجد، يعني تحل مشكلة الوضوء في المسجد لو في مشكلة الحقيقة في المياه يعني. بس هي قصة غريبة ومعقدة بتدل على ان الانتهاكات الأخلاقية وصلت الى ابشع حالة لا يمكن ان تتخيلها في اماكن وفي مساحات بهذا الشكل يعني. هنسمع أولياء الأمور، بس تعالوا نسمع علشان هم بيأكدوا الواقع، ده الحوار اللي دار بينهم وبين مديرة المدرسة. في ناس تقول لك تدخل أنا إيه هتوضى وصلي الظهر لأن ده معاد الظهر، ما تقدرش تقول لحد لأن المسجد يبقى في وش باب المدرسة. تمام. يكون دخل الحمام إيه يتوضى ولا حاجة ودخل يصلي، ما بين يعني مش هنقول لحد داخل يصلي من الله. يا أستاذة حضرتك زي ما بتقولي كده، خليه إن هو دخل. تمام. الدنيا حصلت فيها دوشه والولد راح قال للمدرسه والدنيا حصلت يتسب بتقولي انا لقيت الولد في حمام البنات خايف جاي لي من الحمام خايف. تمام. لقيت الولد طلعوا يدوروا على الراجل اللي هو زياد قال لهم ده حرامي، طلعوا يدوروا على الراجل لقوه في حمام البنات. يتسب يمشي ازاي؟ قولي لي انت كده لو ما كده يمشي الولد الراجل دوت يمشي ازاي من المدرسه؟ مفيش اسم ليه؟ مفيش. انا سالت المستر احمد اللي هو ايوه شفته قبل كده
فانا بهرد وارجع حضرتك في الكلام. تمام. وانا شخص امري امرك باي حاجه. الامر لله من غير اي حاجه. انت عارفه يا ميس، انت المشكله ان انت مش عارفه ايه اللي حصل في الولد. الولد سمع كلام الراجل ودخل معاه الحمام، دخل معاه التواليت، وكان لسه بيقول له اقعد على التواليت وبيفتح الحزام بتاع البنطلون، انا اسفه في الكلمه، ها؟ فراح الواد، قال الواد يا عيني زياد مسك نفسه كده وقال له طب يا عمو، بس يا عمو هروح اجيب حاجه واجي لحضرتك بسرعه. قال له طب انا هخرجك بس اوعى تقول ان انت شفتني ولا شفتك. احنا قلقوا وبقينا نتحايل على الدادة، بقينا نتحايل على وبعدين ما تزعليش مني، هو هاني دوت الدنيا قطعت بيه؟ مش هاني ده اللي من الترم الاولاني اتمسك بيجيب ستات في المدرسه؟ ايه اللي يخليه يمسك المدرسه؟ اللي يخليه يمسك المدرسه بعد الساعه 3؟ لا بعد 3 هو حارس الامن. ليه 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 من قله الموظفين في معلش يا ميس، معلش من قله الموظفين يعني؟ يا فندم انا بعت شؤون قانونيه وبعت للاداره، قلت لهم يا جماعه احنا عايزين يسير غير دوت. قالوا ما عندناش غير نحط ايدينا بايدين بعض عشان الدنيا تتلم. مع الـ وصلنا الى ايه؟ اصل العامل بيجيب بنات للمدرسه ووقعت تحرش بطفل، طب ازاي الناس ازاي تامن على اطفالها بهذا الشكل؟ وازاي المدارس بلا ضابط وبلا رابط، مع ان النشء والاطفال يجب ان الرقابه تكون حاسمه وصارمه وما يكونش فيها اي خلل. وكمان لما تسمع انه فاتحين المسجد على المدرسه عشان الناس بتدخل تتوضا واطفال وتحصل ده وتسمع هذه الانتهاكات، شيء الحقيقه يعني مخيف. يعني استاذه ريهام ابراهيم والده الطفل زياد، استاذه ريهام اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ وائل. طبعا هو التسجيل بيلخص الحكايه كلها، لكن هنا هي دي مدرسه ابتدائي. مدرسه ابتدائي فعلا. مدرسة ابتدائي. يوصل الحال إلى محاولة التحرش بابنك بهذا الشكل؟ والله هو ده اللي حصل فعلا، وللأسف هم مشوه من المدرسة. هو دخل غلطة، دخل من غير ما حد يشوفه، دخل عشان يتوضى، دخل لأي سبب من الأسباب. يخرج إزاي من المدرسة؟ أنا هو هي المدرسة دي يعني اي حد ممكن يدخل؟ يعني ده اطفال، ده ممكن ياخد طفل ويمشي حتى يخطفه. هي فعلا بيقولوا بيقال من 10 ايام اولياء الامور، لان انا ابني بيروح بباص وبيرجع بباص، انا ما بشوفش المدرسه كتير. من 10 ايام بيقال ان في واحد دخل برضو عشان قال ان انا داخل ولي امري في كيجي، ولولا الولد قال لهم لا انا ما اعرفوش، لا انا ما اعرفوش، وبرده مشوه. طيب. يعني ده شخص دخل لكي يتوضأ في المدرسه، يعني شوفوا يا جماعه استخدام الدين وصل ما انا بقول لك الله اعلم. دخل يتوضى، اللي قاعد على الباب دخله واداله حاجه في ايده وقال له سيبني ادخل، الله اعلم. احنا بصراحه الاداره التعليميه لا، ده هي المديره بتعترف في الكلام، بتقول لك انا ما اقدرش امنع اللي داخل يتوضى انه يتوضى. يعني المديره اصلا ما لا تمنع يوم الخميس، لا تمنع ما يعني نبعت لهم ميه في الماء نشوف نحل مشكله لا ده حضرتك انت فاهم الموضوع غلط. ده هي الجامع جوه المدرسة، هو باب المدرسة. انت اول ما الجامع جوه المدرسة، جوه المدرسة، فمش بتقولك احنا مش هنقدر نمنع حد يصلي جوه المدرسة. طب هي المدرسة دي مصلة؟ المدرسة مش مصلة، المدرسة دي للتعليم. طب انا افهم الجامع جوه المدرسة يبقى ده معمول علشان العاملين، عشان العاملين يصلوا فيه الأطفال، لكن مش عشان خاطر اي حد معدي من بره. بس بصراحة الإدارة التعليمية شدة المدارس شدة جامدة، الأستاذ محمد صابر يعني قايم بالواجب جامد جدا. طيب. بس كمان بتتكلموا على إنه بتقولوا لها في واحد من العاملين ولا إيه ده بيجيب بنات في المدرسة؟ أيوه، هو الترم الأولاني الكلام ده إحنا عرفناه، إن هو أصلا كان البواب، هو أساسا كان البواب واقف بيستلم مني الولد أو بيستلم من الناس الولاد وبيخرج لنا الولاد. ففوجئنا ان هو مش موجود. فين هاني؟ فعرفنا من ان هم انا كنت اتفضلي معمول له قضيه ان هو بيجيب ستات، سوري في الكلمه، يعني في الوقت اللي هو بالليل، يعني جوه المدرسه. جوه المدرسه امام الجامع اللي جنبه، في جامع جنب المدرسه، امام الجامع هو اللي قال الكلام دوت. وبيقال ان هم بعتوا هي بعتت شؤون قانونيه والكلام دوت، وقال لك عشان ما فيش حارس
وعينوه بعد الساعة 3، يعني بعد ما المدرسة تخلص بعد الساعة 3. طب ما بعد الساعة 3 ما هو بيبقى موجود الصبح الساعة 7. أنا لما بجيب ابني المدرسة بيبقى موجود من قلة الناس. وبعدين إزاي طب هو دخل الولد؟ يعني أنا ربنا سترها مع ابني، يعني الحمد لله هو لقوه في حمام البنات، يعني هو خرج من حمام الولاد الراجل دوت اللي هو دخل يتوضى ده، اللي دخل يتوضى دخل خرج من حمام الولاد لقوه في حمام البنات. يعني لولا ابني خرج يجري ويتكلم الله اعلم كان حصل ايه بنت من البنات. سيبوه يمشي ليه من المدرسه؟ ده الحقيقه ده يعني شيطان حسبي الله ونعم الوكيل، لا علاقه له لا بالمسجد ولا بالوضوء. يعني هما بيقولوا في المدرسه ان انا ابني تعبان عشان كده ما بيجيش عنده برد. انا ابني حالته نفسيه زي الزفت اول سنه ليه، اول سنه هو في كيجي 2 بس ما راحش السنه اللي فاتت ما كناش في التنسيق لسه جه. طيب. اول سنه كاره المدرسه وعياط ومش بيقعد لوحده. خليني اسال استاذه اميره جوهر. استاذه اميره اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل. لا لا اللي احنا بنسمعه ده صحيح بيحصل في المدرسه؟ حصل واتكلمنا فيه الترم اللي فات وهي ما خدتش اي نتيجه او رد فعل وكانوا ما قلناش اي حاجه. يعني لما حصل واتكلمنا وان في بيحصل مع بنات في المدرسه كذا وبيحصل مع صبيان كذا وما ينفعش ولازم ناخد خطوه ولازم نعمل كاميرات، وجيت اتكلمت معاها على موضوع الكاميرات قالت مش هينفع لان احنا لازم ناخد ما اعرفش موافقه منين ومنين، يعني اللي عدكت لي الموضوع قلت لها احنا هنعمل الكاميرات على حسابنا. تمام؟ فهي قفلت الدنيا خالص في وشنا ساعتها. فجي طبعا موضوع زياد والسواق اللي دخل، هو في جامع جنب المدرسة. فانت ايه اللي دخلك جامع المدرسة اساسا؟ ازاي تخش الجامع اللي في المدرسة؟ ما دخلتش ليه الجامع اللي جنب المدرسة؟ الباب لازقت الباب. لا هو داخل لهدف، هو 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 بالظبط بالظبط هو يتمسح في الـ في الـ في الصلاة ويتمسح في الوضوء وشيء، يعني بئس الشيطان بالزبط. من هذا النوع اللي يستخدم المسجد ويستخدم الوضوء علشان اعمال شيطانية بهذا الشكل يعني. بالظبط. فمستر احمد مخلوف لما شافه المفروض كان مسكه ووصله للحكومه، مش يخرجه بره المدرسه ويسيبه يمشي كانه ما عملش حاجه. ودلوقتي لما احنا بنتكلم يبقى احنا غلط، لكن احنا كاولياء امور كلنا بنطالب بتغيير، بتغيير كمان المديره اللي مش عامله اي حاجه للمدرسه وسايباها وتقول لك انا سدها وانا منظماها. احنا الحقيقه حاولنا نكلمها وهي يعني هي كاتل تليفون تليفونها مقفول. بس يعني في الحوار هنا يعني بس يعني انا يعني ده حوار بس كان مهم جدا انه يظهر للناس على اعتبار ان هنا الكلام فيه في قضايا عامه، مش الكلام فيه في قضايا خاصه، لا ده قضايا عامه يعني اولياء امور فبيقولوا لها ولادنا وبيتعرضوا، وهي ما بتنفيش ده، هي بتاكد الوقائع. وعشان كده انقاذا للاطفال قلنا لازم نعرضه، خاصة الكلام فيه يتعلق بالعمل العام يعني وبالتحرش وبإزاء الأطفال. أستاذة ريهام الشامي، يا مدام ريهام أهلا بيك. أهلا بحضرتك، إزيك يا أستاذ وائل؟ أهلا بيك. قولي أنت كمان يعني أنتوا شاهدين على كل اللي بيحصل في المدرسة. أيوة، كل اللي حصل في التسجيل ده مظبوط، وإحنا في أي مشكلة نروح للمديرة ما تعمل لناش أي حاجة، احنا بنطالب بتغيير المديره وبنطالب ان اولادنا يكونوا في امان. احنا دلوقتي بنودي اولادنا ولا خايفين عليهم؟ طبعا لازم تخافي يعني لما تسمعي كل ده، مش رهيبه، مش حاجه سهله علشان هي تستهتر بينا. لا اما اسمع ان بواب بيجيب بنات واتعملت له قضيه المدرسه تتحول يا جماعه لبيت بتاع ده، يعني مش عايز اقول المعقوله. قالوا ان ده ولي امر واحنا هنجيبه. ثاني يوم قالوا ان ده مسك على مستر احمد مخلوف مطوه واضطر ان هو يطلعه، وهنعمل له كمين علشان هو هيجي ثاني ومش عارفه هتعمل له كمين في ولادنا، هي هتتعلم في ولادنا، هتدخل المره دي على بنت ولا على ولد ثاني كمين؟ هو في الحاجات دي ينفع كمين يعني ان نشوفه هيدخل على طفل ولا طفله ولا؟ يلا انا بشكركم جميعا وان شاء الله يعني يكون مدخلا للتحقيق في هذه الوقائع، تربيه وتعليم، وبعدين كمان يتم استخدام مسجد وضوء لاعمال شيطانيه، يعني اي مع اي ذئاب بشريه بنتعامل، يعني مع ناس لا يرضعها المسجد ولا ترضعها المدرسه، اماكن الفضيله وتربيه النفوس يعني
مع ذلك لا يعني الشيطان شيطان. قبل ما نطلع فاصل دي مشاهد بسرعة كده لنقابة الصيادلة، واضح انه المهزلة ما زالت مستمرة. احنا نعرض المشاهد بس لان احنا كنا عملنا مواجهة بين اطرافها قبل كده يعني. مشاهد نشوفها كده، هي انترتات لانه تم تصويرها. ماشي ماشي. ده معرفش. هقول يا جماعة كمان ادي نقابة صيادلة. معقولة نوصل فيها لان الناس تتخانق كده؟ ده النقابات معمولة علشان تحل مشاكل اصحاب المهنة، علشان تنزع فتيل اي توتر واي مشكلة، علشان تخدم اصحاب المهنة. انما لا، خلاص تحولت لخناقات ومشاجرات. هطلع. طب دكتور عمرو الذكري، وده عضو مجلس نقابة الصيادلة. دكتور عمرو اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ. دكتور عمرو، بسرعة كده المشاهد اللي احنا شايفينها، ايه المهزلة اللي ما زالت مستمرة في نقابة الصيادلة دي؟ والله يا استاذ وائل للأسف ما زال يعني السيد النقيب يستعين ببعض الغرباء من أنصاره، ليسوا صيادلة وليس لهم أي صفة. هو هنا النقيب في المشاهد دي؟ النقيب موجود طبعا، انا بس قدامي الشاشه فمش عارف حضرتك بتعرض انهي شاشه. لو حضرتك بتعرض المشهد المقصود فيه تكسير الكاميرا. انا شايف بيشدوا في اسلاك كده انا شفت الدكتور محي عبيده وموجود. النقيب للاسف كان موجود في المشاهد دي، وهو بيستعين ببعض الغرباء اللي هم ليسوا صيادله في الاعتداء. يعني الاعتداء اللي تم على الدكتور اسلام كان من حد غير صيدلي، والمشاهد اللي حضرتك شايفها دي للاسف في بعض منهم صيادله وفي بعض غير صيادله، كانوا بيكسروا الكاميرات عشان ما يتمش اثبات الوقائع دي عليهم. طيب بسرعه كده هاخد دكتور اسلام اللي هو تم الاعتداء عليه. دكتور اسلام اهلا بيك. ايوه استاذ وائل. دكتور اسلام عبد الفاضل اهلا بيك. ايوه مع حضرتك. ده تم الاعتداء عليك فين؟ ما داخل غرفه الامين العام للنقابه، وكيل النقابه انا اسف. مين اللي اعتدى عليك؟ أقارب النقيب والحرس بتاعه. معقول احنا كنا ناقشنا القضية في مواجهة واعتقدنا ان يعني ان الناس لا يمكن ان تلجأ حتى للعنف، يعني اقل ما يمكن انه الناس تعمله يعني. يا استاذ وائل، المشاهد اللي حضرتك بتعرضها دلوقتي، هل من المنطق ان انا يكون في يعني في نقابة الصيادلة وفجأة ان حد بيكسر الكاميرات؟ حضرتك بتكسر الكاميرات ليه؟ ده سؤال كده عايزين نوجهه للناس اللي بتكسر الكاميرات، اللي هي الاسلاك اللي بيشدوها دي من فوق كده. بتكسرها ليه؟ طبعا يعني هو التكسير ده يعني اخلاء لمسرح الجريمه، عشان حضرتك اما تشد الكاميرات تبتدي تعمل اللي انت عايزه، عايز تضرب حد، عايز ان شاء الله تغتصب حد، اعمل اللي انت عايزه. بس فده يعني اسلوب منظم للجريمه. بس انا مندهش والله يا دكتور اسلام، يعني صيادله مصر. والله اذا كان حضرتك مندهش فانا مندهش ومتالم ومتازم واتبهدلت واتضربت وهنت، يعني شيء لا يوصف. يعني ازاي ان انا يعني، وعايز اقول لحضرتك حاجه، الموضوع ده تم ما تمش فجائي، الاعتداء عليا ده وكل ما يحدث بنقابه الصيادله بيتم بتخطيط. يعني الاحداث اللي انا تعرضت ليها، الاحداث اللي انا تعرضت ليها دي بدات ان النقيب ادى اوامره للموظفين فجاه بالانصراف مره واحده، عشان برضو اخلاء مسرح الجريمه بحيث ما يبقاش فيه شهود. شكرا يا دكتور، الف شكر. يعني مهازل اصحاب مهن لا تتوقع ابدا ان يلجاوا الى العنف. صيادلة مصر اللي هم جزء من أساسي من منظومة الدواء والعلاج والشفاء من الألام يتورطوا في هذه المشاهد. يعني نقابتهم، يعني مش كل صيادلة مصر، لكن النقابات وجدت مش للخناقات ولا للبحث عن المصالح الشخصية. هنطلع فاصل وهنشوف القانون الجديد في مجلس النواب. تكلمنا كتير عن الجريمة الإلكترونية وإمتى
الحبس يطبق على كل من يرتكب جريمة على المواقع الإلكترونية يعني. لكن هنشوف بقى ما تم الانتهاء منه في مجلس النواب، وده اللي هيهمنا اللي هي المناقشة الجديدة يعني، وهل بالفعل احنا محتاجين لقانون بهذا الشكل وليه، وهل ده ممكن يهدد الحريات، بمعنى انك ما تساويش ما بين اللي بيحرض على التحريض اللي هو يخالف القانون وبين صاحب رأي يعني. هنناقش معاكم كل هذه القضية، خاصة الناس كلها بتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي وبتستخدم الانترنت بأشكال مختلفة، هل يمكن أن ينطبق عليك القانون وفقا لمناقشات مجلس النواب اللي هنناقشها معاكم بعد الفصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. ناقشنا كثيرا كل ما يتعلق بالمخاوف التي يبديها البعض من استخدام الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، المواقع الإلكترونية بأشكالها المختلفة، فيما يسمى بالجريمة الإلكترونية، أو حتى ما يسميه البعض محاولات إسقاط الدولة ومحاولات تفتيت الدولة، وكأننا يجب أن نخاصم التكنولوجيا ولا نتفاعل معها يعني. طب هل يمكن أن يكون هناك قانون للجريمة الإلكترونية بالفعل ولا يهدد حرية الرأي والتعبير؟ طب هنناقش القضية من واقع ما انتهى إليه مجلس الوزراء ومجلس النواب، وربما يعني ما اتفقت عليه بعض المؤسسات داخل الدولة في مشروع القانون اللي بيتناقش في مجلس النواب، وحنشوف ايه اهم نقاط القوة فيه واهم نقاط الضعف. لا يختلف اثنان على ان في جريمة يمكن ان ترتكب من خلال المواقع الالكترونية، لكن كمان ممكن تكون في جريمة اكبر اذا يعني هددت الاجراءات اللي هيتم اتخاذها حرية الرأي والتعبير. خلوني اقدم ضيوفي داخل الاستوديو، اللواء احمد رفعت عضو لجنه الاتصالات بمجلس النواب، عشان يقول لنا تفاصيل القانون. النائب النائب ست نائب، اهلا بيك. واللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائيه ومسرح الجريمه، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. استاذ احمد الطنطاوي عضو مجلس النواب، اهلا بيك. اهلا وسهلا. والمهندس محمد ابو قريش امين عام جمعيه مهندسي الاتصالات، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. عايز اقول لكم قبل ما نبدا بس الحلقه، انه يعني منذ قليل الرئيس السيسي تقدم بالتهنئه للمستشاره الالمانيه ميركل لاعاده انتخابها لفتره ولايه رابعه، متمنيا لها المزيد من التقدم والنجاح بما يحقق طموحات وأمال الشعب الألماني. وأشاد الرئيس بعمق ومتانة العلاقات المصرية الألمانية وسعي الدولتين لتعزيزها وتحقيق المزيد من التعاون على كافة الأصعدة. ولاية رابعة، وميركل هي السيدة القوية في أوروبا في نظام برلماني، في نظام برلماني. خلينا ناخد كمان ننوه، لان الصوره اللي هتشوفوها دلوقتي بنتجاوب بس مع بعض المشاهدين اللي بيبعتوا لنا بعض المشاكل على الهواء. فتاه مختفيه اختفت هي النهارده يعني، لكن يتخوف اهلها من ان يكون في حدث لها مكروه، نتمنى ان تعود لعائلتها بالسلامه يعني. اختفت اليوم وان شاء الله ترجع لهم بالسلامه. هقول لكم هي اسمها منة الله، وطبعا اسم الشرطة زي ما قالوا لهم ما بيعملش البلاغات إلا بعد 48 ساعة من الاختفاء حتى يعني يتأكد هذا الاختفاء. خلونا نناقش بقى قضيتنا. أستاذ أحمد، على طول
في يعني الناس هتقول هل في اغلاق مواقع؟ في حبس في مشروع القانون الجديد؟ بالظبط، في حبس وفي غرامه. هو بس انا ما اعرفش سياده اللي هو زي اللي لما قلنا اللي هو احمد رفعت، انا فعلا ضابط شرطه. لا لا مفيش، لا يا فندم، لا لا، علينا. انا سعيد بانتمائي لجهاز الشرطه يعني، ومش ده معناه ان احنا عشان اللي هو احمد رفعت هبقى دايما عايز اخلي الامن ياخد اختصاصات عاليه. لا بالعكس، انا نائب الشعب سواء اللي هو سواء طبيب، وفي النهايه يهمني الحريات ويهمني القانون ويهمني الامن الشعب اللي ربنا كلفنا وشايلنا الامانه في ان احنا نحميه. القانون ده حضرتك شايف في الايام الاخيره ان فيه مواقع كتيره جدا بتهدد الامن القومي المصري، دي حقيقه. وانا لما بقول اللي هو بقول على خلفيتي الشرطيه ان انا اعلم جيدا ما يحاك للدوله المصريه وايه اللي بيحصل يوميا، والهدف كله مش خاطر ان احنا عايزين نخلي دوله بوليسيه ولا نحكم الشرطه في الدوله ابدا خالص. الموضوع بعيد تماما الاول، لان القانون بيقول ان احنا بندي سلطه لسلطه التحقيق، بندي لسلطه التحقيق حجب المواقع. كلمه سلطه التحقيق هنا مش معناها وزاره الداخليه، سلطه التحقيق معناها النيابه العامه، نائب الشعب المكلف عن حمايه الشعب المصري والنائب عنه في القضايا الجنائيه. الدفاع عن الفضل. وخلينا ندخل بايجاز في الحاجات الجديده، لان احنا ناقشنا حاجات كثيره قبل كده. حجب المواقع، حجب المواقع ازاي؟ اذا راى سلطه التحقيق ان في مواقع تشكل بعبارات او بصور او بفيديوهات اي شيء يشكل خطر على الامن القومي او يعد جريمه من ضمن جرائم القانون العام او جرائم القانون الخاص بشان الجريمه الالكترونيه، يحق لهذه السلطه فورا عشان احمي المجتمع الاول ان انا احجب هذا الموقع. ده رقم واحد. الحجب الموقع تحجبه. طب لو هو بيطلع من خارج مصر؟ ايوه، اذا كان فنيا يجوز. حتى المشروع المادة كده، إذا كان يجوز فنيا إن أنا أحجبه، فعلى السلطات فورا إنها تحجب هذا الموقع، لأن الموقع ده قد يكون تجنيد لشبابنا، قد يكون موقع لداعش الإرهابية، قد يكون موقع لجماعة الإخوان الإرهابية بيقصد بيه إن هو يثير الفتنة مثلا بين طوائف الشعب، إن هو يدي أخبار كاذبة عن الدولة، إن هو يجند ولادنا لجماعات إرهابية ويعرض عليهم المال والفلوس والزواج من جميلات وغيره اللي كان بيحصل، وياخد الشباب وبعد كده يلاقي نفسه في جبل الحلال بيقتل في الجيش المصري. هذه المواقع ارتأى للمشرع في هذا الأمر أنها مواقع تشكل خطرا داهما على الأمن القومي، لابد قبل ما حاسب الأول مين جايبها، إذا كان فنيا يجوز حجبها فأنا بأمن الشعب المصري منها، بأمن مجتمعي، بأمن. وانتوا عاملين كده في مشروع القانون إذا كان ذلك ممكنا فنيا. بالظبط، لأن في حاجات فنية مش هقدر، اللي بتبس من الخارج في بعض الحاجات قد يجوز، وحاجات تانية مش هقدر أعملها. طيب الحبس بقى، حبس مين؟ الحبس طبعا اللي بيبس هذا الموقع، ما وراء الموقع بقى، اللجان الإلكترونية اللي بتشغل عليه، الحبس أو الغرامة. وعلى فكرة احنا كمان هو المشروع ده مقدمه الحكومة، يعني احنا انتظرنا كتير الحكومة، لأن كنا احنا بنعمل هذا القانون فالحكومة قالت أنا اللي هقدمه. لما قدمته الحكومة للأسف لقينا العقوبات اللي جاية عقوبات غير رادعة، وعقوبات بتبدأ بشهر حبس، كلام تهريج. فزودتوها انتوا؟ احنا هنزودها فعلا، دي حقيقة كلنا. وعلى فكرة ده مش رأي انا احمد رفعت، ده طبعا احنا رأي اللجنة، وبعد كده الكلام ده بينزل على البرلمان ككل، اعضاء البرلمان المصري، وهم اذا كانوا شايفين ان في بعض الحاجات، زي هقول مثلا سيادتك زي ايه، يعني مثلا الغرامة سرقة البث، ان القناه اللي احنا فيها ديت مثلا ممكن يتسرق البث بتاعها ده وتزاع، وحد يحقق منه مكاسب او يحقق مشكله وخطر داهم لذات القناه. ان انا الاقي حاطط لي غرامه 20,000 جنيه ده تهريج، او 10,000 جنيه ده كلام خايب، ده ما هو انا هسرق، وبدل ما اعمل قمر صناعي او بدل ما ادفع في القمر الصناعي انا هسرق تردد قناه اذا كان ذلك ممكنا يعني، وابدا اشتغل بيها، وبعد كده وقت ما اتمسك ادفع الغرامه دي. في بعض الامور اللي زي ديت احنا لقينا ان الغرامه بدايه 200,000 جنيه ده رقم مش كتير، وفي نفس الوقت الحبس بيبدا بشهر برضه احنا شايفينه ان رقم مش كتير. في بعض الامور بتمس الامن. طب خلينا في النقطه الاولى اللي هي اللي هيبقى فيها استاذ احمد هنا الحاجة. هل دي فيها مخاوف تتعلق بهو بيقول لك لو لقينا في مواقع فيها اي فيديوهات اي كلام يمكن ان هو يقود الى فكرة إسقاط الدولة، إشعال الفتن، في حجب مواقع وفي حبس كمان وفي غرامة، هل ده يمكن أن يهدد حرية التعبير؟ كل ما يحفظ لهذا الوطن أمنه وللمواطنين في أمانهم أعتقد أنه لن يكون محل خلاف،
لكن أيضا يجب أن يكون محل اتفاق أن القانون لا يحكم بذاته، وإنما نضعه في يد سلطة يمكن أن تستخدمه وتخرج منه أفضل ما فيه، وممكن العكس. لا أعتقد أنه هناك منصف لا يرى أنه في هجمة شديدة الآن على حرية الرأي والتعبير. احنا بنتكلم وعمليا دون تشريع هذا القانون في العشر شهور الأخيرة في 465 موقع تم حجبهم. أنا هنا ما بتكلمش عن المواقع اللي بترتكب جرائم، لدينا من القوانين ترسانة يعني هائلة تستطيع أن تعاقب بها هؤلاء ويعاقبون فعليا، وممكن كمان وإحنا بنعاقبهم بناخد في الرجلين ناس بتبقى جريمتها إنها بتعبر عن رأيها بطريقة يعني فيها شوية صراحة أكتر وأحيانا بعض التجاوز، زي قانون العقوبات وزي قانون مكافحة الإرهاب، ودي قوانين موجودة وسارية ويعاقب. يعني انت عايز تقول احنا مش محتاجين خلينا بقى نقول انه ال 465 موقع اللي تم حجبهم في اخر 10 شهور، واللي بالمناسبة لغاية النهاردة ما يعرفوش مين اصدر قرار الحجب، ولما راحوا للقضاء الإداري كام 465؟ 465 موقع القاسم المشترك بينهم وبدون قانون. ما هو القانون ما صدرش. شو لا، ما هو أنا عايز أقول إيه، طبعا بدون القانون الحالي، لكن عايز أقول إنه بدون حتى ما تعرف الجهة التي أصدرت قرار الحجب، وراحوا المحكمة بالمناسبة أمام القضاء الإداري ومعرفوش، لأن هم مش قادرين يعرفوا هل تم حجبهم مثلا استنادا إلى فرض حالة الطوارئ التي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحجب صحف أو مواقع إخبارية. كانوا يقدروا حتى لو عرفوا القرار يقدروا يطعنوا عليه، طالما احنا بنتكلم عن قانون وعن يعني عن مبادئ يجب ان تحترم. مش جايز المواقع اللي تم حجبها ينطبق عليها اللي قاله اللواء احمد رفعت. خلينا بقى نقول انه لو النيه دي صحيحه لو النيه دي صحيحه، فقرار الحجب اولا يجب ان يعرف مصدره، ثانيا يجب ان يكون مؤقتا، ثالثا يجب انه نعطي اصحابه الحق في الطعن عليه امام القضاء. كل ده ما تعرفش. فاللي عايز اقوله انه لا يجب ان نغفل المناخ العام اللي احنا بنتحرك فيه، علشان ما يبقاش فيه شعارات جميلة لا يختلف عليها، لكن ده ظاهرها باطنها فيها امور عديدة. وانا اعتقد ان لا يمكن ان تنظر الى هذا بمعزل عن تصريح وزير الاتصالات من ساعات بشأن فيسبوك مصري، وأعتقد أنه مستهدف بشكل أساسي مسألة الفضاء الإلكتروني. بس هو وضحها في فيسبوك مصري، ده نكتة. لا مش نكتة. لا هو جد في هذا طبعا، مش نكتة، هو جد في هذا، وأعتقد أنه يسعى لتقليد، بدل ما في مجال الحريات العامة نسعى لتقليد دول لديها يعني قواعد في الممارسة الديمقراطية، وبيبص للنموذج الصيني. طيب في هذا ده خلينا نناقشه بعد كده، بس خلينا في الجزء لو ده هقفل النقطة دي. طيب. لو هقفل النقطة دي، أنا أعتقد أن 465 موقع اللي بكلم حضرتك عنهم جزء منهم صحيح كان بيحرض على العنف ويبث من خارج مصر، لكن في بوابات إلكترونية لصحف ورقية لا زالت تصدر بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، فيها اليساري زي البديل، وفيها الإسلامي زي المصريون. القاسم المشترك ما بين هذه المواقع كان إنها مواقع معارضة. فأنا بقول إنه لو كانت النية صافية كنا في لجنة الاتصالات، مع طبعا تقديري لكل الزملاء اللي فيها وسيادة النائب أحمد رفعت وجميع الزملاء، هل جرى مناقشة داخل لجنة الاتصالات الأسئلة دي، مين اللي أصدر قرار الحجب وليه وإزاي، وأصحاب المواقع دي كيف يعترضوا عليها؟ طيب ده الناس بس ستلوى هتبقى في مخاوف على حريتها. قال لك اذا كان تم اغلاق مواقع قبل القانون فما بالك بعد القانون، يعني مش خايفين انه يمكن ان يكون هذا القانون مدخلا لامسك موقعا الكترونيا؟ مع احترامي لسياده النائب احمد طنطاوي بيقول تم الحجب ل 465 موقع بدون تشريع يصدر. تمام. لا، احب اقول لحضرتك زي ما انت قلت ان مصر فيها ترسانه قوانين. قانون العقوبات المصري صادر من 1950 فيما يسمى بجرائم النشر، جرائم التسجيل، جرائم كذا وكذا وكذا. الأصل في الإنسان الكلام والأفعال، والجريمة هي الاستثناء. إذا كان أي فعل إلكتروني أو غير إلكتروني يمثل جريمة، فمش هننتظر القانون ده جرائم إلكترونية، ما أنا عندي أصلا من 1950. طب بعمل ده ليه؟ هقول لحضرتك، لأن دي جريمة مستحدثة، إحنا اشتغلنا على الجريمة التقليدية.
طول عمر التشريع عندنا سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات، الإجراءات الجنائية 37، التعديلات على 1950 اللي هو قانون العقوبات ما زالت قائمة. طيب خلينا ندخل في صميم الموضوع، إن ده هيهدد حرية التعبير وممكن إنك تمسك أي واحد كاتب تعليق أو نشر صورة أو عامل له فيديو كده. يعني هو سيادته بيقول فيه هجمة شرس الآن على حرية الرأي. لا، إذا كانت حرية الرأي غلاف كتاب يهدم وطن فلا يلزمني. اهلا وسهلا بحريه الراي، اذا كانت كلمه حق يراد بها حق على عيننا وعلى راسنا، اذا كانت كلمه حق يقصد بها باطل او يراد بها باطل فلا اهلا ولا سهلا. بس في غلاف، أنا في غلاف كتاب يعني. هقول لحضرتك بدليل. ايوه يا فندم، غلاف كتاب الكتروني مثلا او موقع زي ما بيقول، ادي جريمه مستحدثه، جريمه عالميه منظمه دخلت لينا. غالبا المجرم بيبقى عبر السراب او عبر الاسير، انما المجرم اللي موجود داخل الباب بنجيبه. هي اداه سريعه جدا 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 لارتكاب اشرس الجرائم، منها ذات الجرائم الارهابيه المنظمه والمرتزقه اللي بجون. القتل العمد لطالب الهندسه من 3 ايام اللي حضرتك جايبه على التتر النهارده، اللي استدرجوه عن اوليكس وبتاع، وتعالى هات اللابتوب، تعالى اشتري اللابتوب، وقتلوه عشان 25. واول امبارح الاثنين بتوع التكنولوجيا المعلومات. فالنهارده بقت اداه سريعه لارتكاب جرائم عمديه ولكن عبر التواصل الاجتماعي ايا كان. لا يوجد تشريعات اصلا تستطيع في مصر تغطي كافه المشاكل. نعم، انا مع سياده النائب التشريع لسه ما صدرش، ده مقدم من الحكومه. بس هو مقدم من الحكومه وهم درسوا 7 مواد. هم على كبير من النواب متحمسين وبيشددوا. تمام، وده مطلب شعبي. مؤسسات الدوله ساهمت فيه، بعض مطلب شعبي. هو اساس دوله ليه؟ لان شايفه الجريمه. هو سياده النائب سياده اللواء لما قال احنا وصلنا الماده 7 وقفين لسه على التحريات. التحريات من حق رجال الشرطه طبقا لنص قانون الاجراءات الجنائيه ماده 171 ان مامور الضبط القضيه لها تحريات. ولكن النهارده لما اجي اقول الحريات حريات ما فيش في مصر وفيها ضغط او تضييق، لا، انا هرد بصفه عامه. السجون المصريه اسوارها شديده القيود، كل السجناء جوه حريه بلا حدود. انت النهارده حضرتك بتطلع المسجون المعاقب عليه يحضر جنازه والده، يحضر فرح بنته، يحضر فرح ابنه، يعالج بره في مستشفى تبع الدوله. فاين هذا التضييق؟ لما اجي اقول على تشريع جديد، انا مع سياده النائب بيقول احمد طنطاوي بيقول في ترسانه، ولكن كنت اتمنى مش منفذه. طب نسال نفسينا ليه الترسانه دي مش منفذه سياده النائب؟ انا عشان المواطن العادي ايا كان متواصل او غير متواصل ينفذ القانون، لابد اولا التشريعات دي التي تصدر سواء صدرت من مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو مجلس النواب الحالي، المواطن العادي يشاهد بأم عينيه أن من أصدر القانون ينفذه على نفسه. طيب أنا بس عشان ما بعيدش عن القانون، أنت شايف أن في جريمة إلكترونية بالفعل ولا بد من مواجهتها؟ تمام، ولا تهدد حرية الرأي والتعبير. تمام، بدليلها آخر واقعة بتاع طالب كلية الهندسة. عايز تقول حاجة قبل ما أسأل؟ أنا عايز أقول أن احنا هنا في صدد قانون خاص، القانون العام، عشان بس ليه احنا بنعمل قانون؟ القانون العام هو الاشمل في قانون العقوبات، القانون الخاص بقى هو اللي بينظم ما خلاص احنا قلنا ده. بس في يهدد حريه التعبير، هتقفل المواقع زي ما انت عايز؟ لا هقول لسه، في واحد حاطط فيديو مش عاجبك فتقول ده هيسقط الدوله بالفيديو؟ انا اقول لحضرتك، انا مع سياده النائب في كل اللي قاله، وانا بقول لسياده النائب ان هذا القانون هو قانون يحمي الحريات. اذا كان عندنا بالفعل، انا طبعا ما اعرفش القصه دي، ولكن اذا كان عندنا بالفعل مواقع تم حجبها، القانون في المادة 8 منه قالت ان يجوز لصاحب الموقع اللي اغلق ان يتظلم، وفي خلال 7 ايام يتظلم من ايه ومن مين؟ من قرار الغلق. اي اللي هو صادر من مين؟ من خلاص بقى جهات التحقيق. يعني انتوا ما جاتكمش يعني شكاوى من مجلس نقابة الصحفيين؟ مجلس نقابة الصحفيين بيشكو ان في مواقع هي بوابات الكترونية لصحف صادرة عن المجلس الاعلى للصحافة تم غلقها، ولجأوا للقضاء واختصموا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قال لهم ما اعرفش. يا احمد بيه اولا انا بيجي لي اتفضل. لا هي ارهاب ولا هي اي حاجه، جريمه ومحجوبه. جريمه يعني ايه؟ موقع الكتروني. ها جريمه ايه يا فندم؟ جريمه مال البدايه جريده البدايه. البدايه بتاع خالد البلشي. تمام، كويس كده. تمام، دي لا هي ارهاب ها ولا هي غسيل اموال. كلام كويس. ولا حاجه من دي. كلام كويس ومحجوب. انا مع سيادتك. حلو قوي. يعني احنا بنقول دلوقتي ان احنا ولا عرف ياخد لحق ولا باطل، هي محجوبه ليه على سبيل المثال؟ احنا كنا بنعاني ان فيه بعض المواقع زي ما حسبهم حضرتك بتقول، يعني ان بعض المواقع وبعض الجرايد بتغلق
دون اجراء قانوني. انا النهارده حتى الان كويس جدا، انا النهارده بقى عملت لك الاجراء القانوني اللي يحمي الراجل ده من ان هو من حقه انه يتظلم، ان هيبقى هيصدر عليه حكم قضائي، والجهه التحقيق دي اللي حضرتك بتتكلم عليها وقلقان منها جدا، جهه التحقيق بتعمل حاجتين. الوضع مستمر، انا هدي سيادتك هو حاجه بقى. احنا بنقول اذا كان ما فيش، اذا كانت الدنيا فوضى وما فيش قانون ففيه جهات في الحكومه بتحجب، انا بوقف حتى الحكومه انها تحجب. يعني هنقفلها لك بس بشكل قانوني يعني؟ لا 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 يا فندم، لا لا، ده انا هديك حق التظلم. استاذنك اكمل بس. هديك حق التظلم، بدل انت النهارده بتقول لي انت بتقفل وتقول لي روح وما عنديش حته، لا انا النهارده بديك في خلال 7 ايام ان تتظلم. طيب اذا صدر ضدك حكم بتطعن في هذا الحكم. طيب جهات التحقيق نفسها اللي هي دلوقتي بتصدر قرار الغلق، قد تكون ترى ان الموضوع يعد جريمه فتحيله لمحكمه الجنايات، وقد ترى جهات التحقيق ان الموضوع ليس جريمه. طيب ففي الحاله دي تعمل ايه؟ تحفظ هذا الموضوع. طيب وتفتح مهندس محمد، عندك مخاوف؟ طبعا. انا مخاوفي في اتجاهين. اتفضل. اول حاجه، ما يجري الان في مصر هو شيطنة وسائل التواصل الاجتماعي. يعني مفيش اعلام بيتكلم على توظيف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومنها وسائل التواصل الاجتماعي ها في الـ الامور الاجتماعيه والمجالات الاجتماعيه. ما يجري هو نوع من الشيطنه لدرجه، معلش بقى سيبنا كمل، طب سيبنا كمل بقى، سيبنا كمل. ما يجري الان هو شيطنة وسائل التواصل الاجتماعي لدرجة ان اصبح الناس، من كلامنا كتير قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، انها اصبحت هي الارهاب ها، ومحدش بقى بيتكلم على الارهاب الفعلي، كله بيتكلم، معلش اكمل للاخر، الارهاب المعنوي. اتفضل. اكمل للاخر. دي نقطة. النقطة الثانية، يغيب عن كل الحوارات اللي تمت والنقاشات اللي تمت حوالين قانون الجريمة الالكترونية ها اي كلام حوالين مدى التزامها بالمعايير الدولية لحجب المعلومات. أنا الحقيقة أنا نتيجة لأن العنصر ده كان غايب، معلش، كان الأولى أن لجنة الاتصالات في مجلس الشعب أنها تتحدث كثيرا عن المعايير الدولية وهل التزم مشروع القانون بالمعايير الدولية لحجب المعلومات أم لا. أنا معلش يا أستاذ وائل اديني فرصة اقرا لك ايه اللي مكتوب حوالين المعايير الدوليه لحجب المعلومات، معلش دقيقتين. اتفضل. وبالرغم من ان هناك عده معايير دوليه لحجب المعلومات، منها ما يتعلق بالامن القومي باعتباره يضاد الحق في الوصول للمعلومات، ولكن بقيود مشروطه بان يصدر قرار حظر اتاحه بعض المعلومات بواسطه القانون، وان يلتزم هذا القرار بالوضوح والتحديد والتعريف الدقيق والمنع من الاستخدام السيء لهذا الحظر عن طريق وجود المحاكم، بل ويجب على الحكومات قبل إصدار قرار الحظر أن تقدم ما يفيد بتهديد الأمن القومي من جراء هذه المعلومات، تحديدا مع وجوب تطبيق الحظر في أضيق الحدود وبما يراعي المبادئ الديمقراطية وحددت المعايير الدولية المقصود بالمصالح المشروعة للأمن القومي. ما نقول على طول المضمون يا يعني انت عايز انا عايز اقول ان مفيش حد في اي برنامج اعلامي حتى الان بيتحدث حوالين القانون، وكان الاولى ان لجنة الاتصالات بمجلس الشعب وهم المعنيين بموضوع الجرائم الالكترونية اولا واخيرا ها انها تتكلم كثيرا عن المعايير الدولية، على الاقل يطلعوا يقولوا، على الاقل يطلعوا يقولوا، بدل الانتقادات الشديده دي لهذا القانون ولمشروع القانون ده. بقول لك انت عندك افراط في الحريات، انت عندك قانون بيحاسب حجم، هو ايه ده؟ هو انا اديته مثل يعني انا اديته مثل، لا هو يعني مش هو في كان في اكتر من موقف، لا وانا لا لا استنى، ده في مثال بقى عملي على المستوى على المستوى البسيط. انا مع سيادتك، انا واحد كنت شغال في الشركه المصريه للاتصالات. تمام. الان في الشركه المصريه للاتصالات انا هقول لك، لمجرد ان العاملين يكتبوا مثلا ايه زودوا لنا اجورنا، هي زودوا لنا اجورنا دي جريمه؟ تمام. بيستدعوهم للشؤون القانونيه للتحقيق. تمام. ويمضوهم ومباحث التليفونات الاثنين، يمرروهم بالتجربتين، مباحث التليفونات والشؤون القانونيه للتحقيق، عشان يمضوا على اقرارات انه ما يكتبش على الفيسبوك. ايه ده؟
حضرتك بتتكلم ايه ده؟ وكان فيه قانون بيحجب الكتابه على الفيسبوك، وانا بقول لحضرتك مش قانون، انا بقول الكلام كله موجه للشيطان. هو انا بتكلم عن منهج تخويف من طيب الفيسبوك وشيطنه للفيسبوك لحد انه الناس اصبحت هرد على حته المعايير بس تلعن هذه التكنولوجيا. انا مع انها تكنولوجيا هرد بس على اصبحت هطلع فاصل اجباري ارهاب هطلع فاصل ونكمل بعدين نقطع. مشاهدينا نحييكم من جديد. قانون الجريمة الإلكترونية المقدم من الحكومة وبدعم من بعض مؤسسات الدولة المختلفة اللي ناقشته بجوانبه الأمنية والسياسية، هل يمكن أن يؤثر على استخدام الناس لمواقع التواصل الاجتماعي، على استخدام الناس للإنترنت، على اعتبار انه هذا الاستخدام بيكون دائما محاطا بحرية اوسع؟ يعني هل هيتم تقييد هذه الحرية ولا لا؟ طيب استاذ احمد طنطاوي، من اللي سمعته كده لسه المخاوف عندك ولا ده من اجل حماية الوطن؟ وانت شايف في يعني ميليشيات الكترونية ايضا تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في دعم ومساندة والتخطيط والتنفيذ حتى للعمليات الارهابية. لا، ما احنا الميليشيات الالكترونيه لو مقصود بها مواقع التواصل الاجتماعي، فمواقع التواصل الاجتماعي لا اظن انه يعني مخاطبه بشكل مباشر بهذا القانون، وجرائم العلنيه منصوص عليها في قانون العقوبات وموجوده ورادعه. وانا بقول لحضرتك يتم ليس فقط الافراط في استخدامها، ولكن احيانا يعاقب الكثيرين بسبب ارائهم واحنا بناخد بالمره اللي بيرتكبوا جرائم. واذا كان يعني القانون ده ما ينطبقش على المواقع التواصل، انا بقول ده جاي ليه؟ ده يعني القانون ده جاي ليه؟ لانه انت النهارده قبل ما يبقى فيه قانون مفيش ناس بتتحبس لانها مارست سب وقذف على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. حضرتك بتبلغ، بتروح مباحث الانترنت، بتثبت ان هذا الحساب ملك لهذا الشخص، بيبقى زي بالظبط ما يبقى شتمه. طب امال انا عامل ده الشارع إيه؟ طالما ان ده سؤال مهم بقى، ده سؤال مهم جدا وهو جوهر الموضوع. ده جوهر الموضوع. قبل ما اقرا نصوص الدستور على الاقل يعني الماده 70 و71 و72 اللي بتتكلم عن مواد الصحافه، والماده 68 اللي بتتكلم عن حريه تداول المعلومات، قبل ما اعمل قانون لحريه تداول المعلومات باعتبار انه التزام دستوري، قبل ما اكتب قانون الاعلام الموحد بروح ايجابيه ولا يتم يعني الاحتجاج بتوصيه من مجلس الدوله وتقسيمه القانونين صدر التنظيم المؤسسي وقانون تنظيم المهنة لم يصدر، قبل عدد كبير جدا من القوانين، وقبل ما المجلس يمارس دوره الرقابي على السلطة التنفيذية ويسمح للمواطنين ان هم يراقبوه من خلال مبدأ العلنية وإذاعة الجلسات بدل ما بتنزل على اليوتيوب الآن ممنتجة بعد إغلاق القناة، يبقى الحقيقة الإنسان اللي لا يتشكك في النية يبقى هو عنده يعني الكثير من حسن الظن على احسن تقدير. اذا كان يعني سياده اللواء والاختلاف في الراي، اتمنى انه لا يفسد للود قضيه، رايه انه لا يتم يعني الانتهاك لمبدا حريه الراي والتعبير، فانا الحقيقه حاولت استخدم التعبير المخفف. انا ارى انه يتم اغلاق المناخ العام وسحق حريه الراي والتعبير. ده الـ 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 السؤال بقى، هل هذا القانون جاي علشان خاطر ينظم جرائم منصوص عليها زي ما قلت لحضرتك في قانون العقوبات، ولا علشان اخد كمان خطوة للأمام في إغلاق المناخ العام؟ اللي أنا شايفه بوضوح أنه بالنظر إلى الممارسة وترتيب الأولويات، فبالتأكيد المستهدف هو مزيد من التضييق على هامش هو في الأصل يضيق. طيب نايب أحمد رفعت، طبعا الخلاصه وشده تضييق، الخلاصه لا يا فندم خالص مش تضييق، افق مسدود خالص، مناخ مقفول، لا 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 نهائيا، ابواب مغلقه. انا هريح سيادتك بس والله العظيم ابدا خالص انا لا اقبل ذلك نهائيا
انا راجل نائب في حزب المصير الاحرار مش في ائتلاف دعم الدوله، مع ان انا داعم لدولتي طبعا. يعني انا راجل في الاصل، يعني اللي بره الائتلاف ما بيدعموش الدوله. لا طبعا انا بتكلم ان انا بقى مش راجل يعني بدعم مشروع بتعمله الحكومه، لا بالعكس خالص. اولا هقول لحضرتك بس على نقطه، حضرتك قلت الاول ان فيه قانون تاني، فالقاضي بيحكم، القاضي اذا حكم في القانون التاني دلوقتي فهو بيجتهد وحكمه خاطئ وينقض، لابد ان يحكم القاضي من واقع نصوص وقوانين في هذا القانون، والا كان قانون التهرب الضريبي. قانون العقوبات مين اللي قال ان اجتهاد القاضي خاطئ؟ انا اقول لحضرتك في هذا القانون السب والقذف بيقاس في الجريمه الالكترونيه وعلى مواقع الانترنت بالقانون العام، ده محامي بثلاثة ساق بيطلعه براءه. ليه؟ لان مفيش نص. يعني الناس اللي بتتحبس كل يوم دي مش لاقيه المحامي يا فندم. احنا لاقيين حد يتحبس؟ والله لا يا فندم. القانون الخاص القاضي بيحكم من خلال قانون. ده انا عايز اعمل لسه نيابه مختصه. طب لو ما عملتش نيابه مختصه على الاقل يبقى فيه نص في القانون، القاضي ما يجتهدش، القاضي بيعاقب عليه وله المساحه من الحد الادنى للحد الاقصى اذا لم يتشكك في العقاب. الحاجه الثانيه في حته تضييق الحريات، هذا القانون بيحكم حتى التخوف اللي حضرتك خايف منه والاستاذ خايف منه اللي بيقول فيه ان احنا الدوله او الحكومه عماله تتغول على الحريات. لا، حتى في هذا الشأن القانون يضبط ما بين الحكومه وبين المواطن، لان اذا كان الدوله قامت بحجب موقع يبقى من حق المواطن ان هو يتظلم، واذا النيابه رأت ان هذا التظلم بتاعه سليم ما بترفعش الموضوع الى محكمه الجنايات او الجنح. طيب اذا احنا بقى شككنا في هذه النوايا وقلنا كده ان النيابه ديت بتساند الدوله والشرطه بتساند الدوله والاجهزه المجتمعيه بتساند الدوله، مش كده انت اللي بتقول؟ يبقى انا بخون الدوله. انا استاذنك بقى، استاذن حضرتك. لا لا لا، الحاجه الثانيه اكمل بس اخر اخر حاجه يا فندم، عشان حضرتك بعد اذنك اتفضل. في فرق ما بين الدوله وما بين السلطه، كويس؟ الدولة يعني فندم الدولة والصحة. الدولة في الأصل هي الشعب، السلطة الشعب والأرض، ثم الدولة مفهوم أعم وأشمل. يعني مجلس النواب والقوات المسلحة تساند الدولة، محدش ضد أن كل الناس تساند الدولة، لكن اختصار الدولة في السلطة ثم اختصار السلطة في السلطة التنفيذية ده مفهوم ضيق وبيوصلنا للي احنا بنشكو منه. هنا اي اختصاص السلطه التنفيذيه هي بترجع لجهه التحقيق فقط، تقول هو القضاء الشامخ اللي كلنا بنحتكم ليه. الحاجه المهمه جدا في هذا القانون، احنا لسه ندخل بس في الاذن القضائي كمان لانه عامل جدل. تمام. الاذن القضائي عملته فيه ايه؟ ده في خلافات. ليه في خلافات؟ ليه؟ انه الماده بتنص مع مراعاه حرمه الحياه الخاصه التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم بأن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي وفقا للإحتياجات كل الإمكانيات الفنية المتاحة والتي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون. فكان في جدل حول الحصول على الإذن القضائي للإفشاء عن البيانات اللي تم تخزينها. والله إن الجدل في هذا الموضوع مقصود به إفشاء حريات غير مسؤولة، واحنا بنقول يا جماعه ان احنا تعبنا جدا من الحريات دي. النهارده المواقع التواصل الاجتماعي بقت كلها جرائم منظمه وجرائم غير مسندة لأي قانون يعاقب الجانب. اسمح لي سعادتك بقى رد أنا شوية. كل الحاجة الثانية الأخيرة بس كله. عشان أطلع طب أطلع طب بسرعة عشان الدواء رفعت بسرعة. عايز تقول إيه؟ ما هو الكلام اللي أنا بقوله، أنا بقول بيجري شيطنة وسائل التواصل الاجتماعي. أيوه رجل. ليه؟ لأن كلها لا طبعا لا يا فندم، موقع دلوقتي بيشتغل عليه اي مجرم ولا عقاب اللي وهلم شايفينها وسائل تفتيت اجتماعي ولا ابدا اطلاقا. وانا اختلف على لفظ سحق حريه الراي والتعبير في مصر، وسيادته بيقول مفهوم مضايق. لا انا اقول لسيادتك المفهوم الواسع لهذا القانون. هذا ايوه حضرتك قال كده. انا اتفق مع القانون الجديد وقوانين، خاصة وأن كل الضمانات مكفولة في هذا القانون زي القانون الثاني، ونسبة الضمانات للمتهمين تساوي 80% للمجني عليهم. أدي حاجة من حق المتهمين، حق الطعن وحق الاستئناف، ومن حق مأمور الضبطية القضائية أن يطلب استصدار إذن بالتفتيش. نيجي حتة تانية. طيب يعني من يقبل، هكمل لحضرتك سيادة اللواء، هكمل لحضرتك، من يقبل على نفسه بالتشهير باسرار العائلات والبنات والزوجات في البيوت؟ من يقبل دي واحده يا فندم لو سمحت، من يقبل بالتشهير برموز الدوله؟ من يقبل بالتشهير برموز الاعلام؟ هكمل لحضرتك بالنسبه لموضوع المعايير الدوليه، هكمل لحضرتك بس ارد على حضرتك. اسمح بسرعه عشان الوقت. يعني المعايير الدوليه اللي بتقول حضرتك القانون ده لم يصدر في معايير دوليه، هسال سيادتك واسال سياده النائب، هذه الاجهزه الالكترونيه من تاريخ اقتراحها الدول المخترعة أصدرت قانون
اسف، ولا دولة عالمية اصدرت قانون تشريع الا لما نتائج الجرائم طفحت. اول دولة عربية اصدرت تشريع لمكافحة الجرائم الالكترونية هي المملكة العربية السعودية، ثم الامارات، ثم الكويت، ثم مصر مقدما وهنيا الحكومة تقدمت بقانون. هو حينما الحكومة تتقدم بقانون للحفاظ على اسرار العائلات والبنات ورجال ورموز الدولة والمساس بالامن القومي، نقول تضييق وسحق حريات. طيب مين قال ان يعني ايه علاقه ده بالكلام اللي انا بقوله حوالين المعايير الدوليه لحجب المعلومات؟ المخترع نفسه اول ما ابتدى ما طلعش قانون. الدول مختاره معايير ايه حضرتك بتتكلم عنه؟ معيار لو معيار مطاط ولا معيار جامد؟ انا ما بقلفش. لا انا معيار. طب قول ايه المعيار؟ لو جينا انا مش هقول، مش انا اللي بقول. امال بتقول معايير ايه؟ فين جدول المعايير؟ قول لي جدول المعايير. حلها زي ما بقول لك. حلها في وجهه نظر حضرتك، مش في وجهه نظر المشوار. مش وجهه نظري، وجهه نظر. انت عارف حضرتك تدور في جوجل. ندور في لا انا مش بتاع جوجل، انا بتاع كتاب. هات لي المعايير الدوليه اللي مصر لم تلتزم. طيب. مصر ملتزمه، مصر ملتزمه. قبل ما اطلع في ده بيقول لك يعني هات لي معيار واحد سيادتك دولي قول لي. هنسمع حمايه الامن. لما تقول لي جوجل في دقيقه بس يا استاذ، ما تقولش جوجل ليه؟ لا يا فندم اسف. طيب يا جماعه، في برلمان، في برلمان مصري، وفي لو سمحتوا يا جماعه، وفي فوق البرلمان، فوق البرلمان وفوق السلطة التنفيذية وفوق كل مسؤول في هذا البلد دستور وقانون. وأنا بقول لحضرتك قبل ما نطبق نصوص واضحة في الدستور، أنا رأيي أن هذا القانون يصطدم بالمادة 68 في الدستور. اللي هي المادة 68 اللي بتتكلم عن حرية تداول المعلومات، وكان أجدى وأجدر بالمجلس أن يصدر هذا القانون باعتباره أنه استحقاق دستوري. طيب علشان لما اتكلم افرق ما بين الجريمه وما بين الراي الذي يجب ان يحترم. طيب من الواضح كده ان انا المواد 70 لا اكمل. لو احنا مختلفين على المرجعيه فانا بأعيدك الى المرجعيه اللي اقسمت انا وسياده النائب وكل مسؤول في هذا البلد على احترامه، وهو الدستور والقانون. القانون اللي بيقول ان مفيش جريمه ولا عقوبه الا بنص، القانون اللي احنا اعتقد نعتدي عليه جهارا نهارا، القانون اللي بالمناسبه فيه. بقول لك عايز احمي الامن القومي. يعني مظبوط. انا بس عايز عندي رد لازم اقوله يا فندم. لحظه اتفضل يا فندم. كم من الجرائم ترتكب تحت هذا الشعار البراق؟ قلت لحضرتك في بداية كلامي كل ما يصون الأمن القومي ويحفظ أمن المواطن والمواطنين يقدم على ما سواه. لكن إيه علاقة ده؟ إيه علاقة ده باللي الناس شايفاه؟ طيب وعايشاه كل يوم. عايز أسأل سؤال. قبل الفصل في ثانية بس. طالب كلية الهندسة اللي تم قتله واللي بنعزي أهله دول علشان قانون حرية علشان قانون لا ده تجارة. أيوه ده اللي قتلوه. طيب. مش هيتعاقبه؟ لما واحد بيسب حضرتك. طيب. لما واحد بيسب حضرتك عندي رد سريع. ما رد سريع خليه بعد الفاصل. بعد الفاصل هنكمل معاك. مشاهدينا نحييكم من جديد لضيق بس الوقت المتبقي. هاخد تليفونين بسرعه. استاذ محمود الشاذلي نائب رئيس تحرير الجمهوريه. استاذ محمود اهلا بيك. اهلا بيك استاذ محمود. استاذ محمود ما يهمش بس للاجازه عشان الوقت ضاق بينا بس اتفضل. تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام. لا يختلف احد في هذا المجتمع وفي هذا الوطن العظيم على ان سلامته وامنه وعدم تعرضه للخطر ثوابت لا يمكن الحياد عنه، ولكن هذا لا يمكن على الإطلاق أن يتحقق يعني بأي إجراء يتم بمقتضاه منع حرية الرأي والتعبير. حرية الرأي والتعبير مكفولة بالدستور، مكفولة بالقانون. يستطيع أي مواطن طاله أي شيء أن يلجأ إلى مباحث الإنترنت ويحرر محضر للمتجاوز في حقه، والقانون يعطي له الحق أن يحبس المتجاوز في حق. هذا الإجراء سيقضي على سيحدث على حالة من الشلل التام في التواصل الاجتماعي. هذا التواصل أنت احنا مصر العظيمة. شل التواصل الاجتماعي تمام. احنا مصر عظيمة يا استاذ وائل. مصر لا يختلف أحد أنها دولة محورية. كيف نتناغم مع العالم في وسط هذا الزخم؟ يمكن ان يصدر قانون يحدد لكل شخص له موقع ان يلتزم بالثوابت الوطنيه. بشكرك يا استاذ محمود. هاخد الاستاذه ايمان بسرعه. استاذه ايمان اتفضلي.
استاذه ايمان، استاذه ايمان، طب هاتوا الاستاذه ايمان يا جماعه. طيب ده القانون اللي احنا بنتكلم عليه، ان لازم عشان القاضي يحكم يكون فيه قانون مواد أيوة محدده يحكم بيها. انما لحد دلوقتي مفيش قانون للقاضي، يعني انا اتشتم واروح للقاضي يقول لي مفيش قانون فبيتهم. طيب انا سامعك في الكلام بتقول ليه نفس التعبيرات، وعايزين نبقى زي سوريا، ليبيا، اليمن، ليه العراق، ليه؟ ما هو لان انا النهارده انا عايز حريات وخلاص، مش عايز امن قومي، مش عايز احمي بلدي، مش عايز احمي حد بالعمال يهين ويشتم ويحكي يا فندم شركة. اكمل بس حاجه تانية، اللي مش شايف في مصر ايه اللي بيحصل من على الحدود اللي حوالينا، يبقى احنا عايزين نامن بلدنا ونعمل قانون ينظم العلاقه ما بين المواطن والاخر، ما بين المواطن والحاكم، ده اللي احنا عايزين نعمله. هذا القانون بيحضر تنفيذه 32 جهه. تعليقاً على الكلام ده، لا طب. سريعاً بس مش 10 ثواني، في 60 ثانية عندما يعني نصدر عندما نصدر قانون لحجب مواقع صحفية وحتى لا نفكر في حجب المواقع الإباحية على سبيل المثال، فده بيعبر عن يعني إحنا عايزين إيه. لما يبقى إحنا عندنا عشرات العقوبات موجودة ومطبقة ونحاول أن نكبل حرية الرأي والتعبير اللي هي المكبلة أصلاً، فيبقى ده بيقول إحنا عايزين إيه. كفانا استخدام فزاعه، احنا لحد عايز ليبيا ولا لحظه بعد اذن حضرتك، فرض الراي الواحد والصوت الواحد لم يكن حلا في القرن ال19 عشان يكون حل في القرن العشرين. الان احنا امام في الواحد والعشرين، احنا الان تم تقريبا يعني الانتهاء من مرحله الاستحواذ على وسائل الاعلام التقليديه وانتقلنا الى وسائل الاعلام الالكترونيه، وده خطا وخطر. الناس عايزه تتنفس. طيب. وده صالح الجميع. كلمه على استاذ ايمان، اتفضلي. ايوه مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي يا فندم. والله انا يعني انا مش عارفه ايه الناس اللي بتدور على، انا اسفه في اللفظ، حريه الاسفاف مش حريه التعبير. هو انا كمواطنه مصريه مش بتهز وتتهز كرامتي باهانه رموز الدوله؟ حاجه زي كده هتحميني انا كمواطن قبل ما تحمي رموز الدوله؟ انا طبعا مع القانون ده قلبا وقالبا، وكفايه بقى كلمه حريه التعبير ارهقتنا الحقيقه، يعني زهقنا من كلمه حريه. احنا بنتكلم كان الناس ما بتتعاقبش النهارده بالمناسبه. أيوة. طيب يعني انا بتكلم انا بقول في تعليق اخي، هو فيسبوك مصر اللي قال وزير ده كان صحيح؟ حقيقي جد. انا عايز اقول حاجه، اتفضل. اقول الحاجه في ده، اولا كل اللي بنتكلم عليه ده، الا تعلمون ان الانترنت وكل بقى المتصورين انها شيطان والجرايم وكده، انه يمثل فقط 4%. طيب من دي واحدة يا استاذ وائل، بس معلش عشان بس، طب اتفضل، طب معلش دي طب اتفضل. يمثل 4%، وان 96% من الانترنت بيسموه الانترنت العميق او الانترنت المخفي او الانترنت الاسود بتتم عليه معظم الجرايد ولا الجرايم ولا يمكن رصده. انا كنت اتمنى ان احنا ندور على تطوير وسائل الكترونيه. انت شايف الجزء الاساسي لا يتم رصده، لاختراق الانترنت العميق. طيب. اللي بتتم عليه الجرائم بالفعل، دي نقطه. النقطه الثانيه، انا بس بوصي اللجنه انها تراجع التعبيرات. طيب. المطاطه عشان بس الوقت، التعبيرات المطاطه عن التعبيرات المطاطه. غدا هنكون معاكم ان شاء الله في حلقه.